انا برحب بيكم في حلقه جديده من برنامج البط الاسود. بشكر متابعتكم، وبشكر الناس اللي بتبعت لي في اقتراحات واراء، وبشكر الناس اللي ساعدتني نحط نعمل لوجو للبرنامج على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. النهارده معانا حد انا شخصيا بحترمه جدا وبحبه جدا، وعذبني جدا عبال ما وصلنا ان احنا نسجل الحلقه، لان هو زي ما هو مرتب جدا في كتاباته وحريص وبياخد باله من كل كبيرة وصغيرة قبل ما ينشرها، فهو برضو كان حريص على كل كبيرة وصغيرة في البرنامج قبل ما ننشرها. معانا النهاردة حد ناس كتير بتتابعه وناس كتير بتحب كتاباته، بتحب أفكاره، بتحب نقده الساخر. معانا مواطن مصري زنديق ملحد من خلفية مسيحية، معانا إيفان أو ميلاد سليمان. بنرحب بيك يا إيفان، وأهلا وسهلا في البط الأسود، منورنا. مساء الخير إسماعيل، مبسوط بجد بالمقدمة الجميلة دي، وأتمنى أكون أستحقها فعلا، وبشكر كل أصدقائنا المتابعين للبرنامج سواء في مصر أو خارجها، وأهلا بيك. اهلا بيك يا ايفان. احنا تقريبا اكتر حلقه جمعنا فيها اسئله كانت الحلقه بتاعتك، يمكن عشان احنا اعلنا عنها من فتره يعني، فمعانا اسئله كتير خالص يا ايفان نجاوب عليها يعني. انا عايزك ريلاكس تمام، خالص، احنا عايزين نتكلم كاننا بالظبط زي ما جيت لنا كده مره في اسكندريه وقعدنا على القهوه وقعدنا نتكلم. في البدايه انا عايز الناس تعرف مين ايفان، بعيد بقى عن الانطباع اللي هم بياخدوه من خلال كتاباتك، واللي انا اعتقد برضه ان هو بيعبر عنك، بس انا شايف ان انت يعني ممكن تقول حاجه اضافيه الناس تعرف بيها ايفان، بعيد بقى عن ايفان الايفانيوشن او بعيد عن ميلاد الفيسبوك. اعرف الناس بيك، عايزين نعرف سنك قد ايه، عايزين نعرف دراستك ايه، عايزين نعرف ساكن فين، المعلومات الثانيه يعني. تمام، أبلغ عن نفسي يعني. بالظبط. هو أنا للناس اللي متعرفنيش، أنا ميلاد سليمان من إمبابة القاهرة، 27 سنة، خريج آداب القاهرة قسم فلسفة، وعامل دراسات عليا في الفلسفة المصرى، ويعني ليا بعض الكتابات في مجال الدراسات الاجتماعية، الدراسات الفلسفية، حاليا بدرس دراسات حرة في مجال الإخراج والنقد الفني السينمائي، وليا بعض الكتابات القليلة في المجال ده. كان ليا مجموعة قصصية باسم كينونة المرآة، دي المفروض كانت هتتطبع لكن حصل مشاكل، فهي حاليا منشورة مجانا على الإنترنت في مواقع تحميل الكتب أو في المدونة بتاعتي. اسمها ايه تاني يا فين؟ معلش نحط كمان رابط بتاعها في الفيديو بعد ما ننشر الفيديو. ما فيش مشكلة، هتكون في المجموعة القصصية في المدونة بتاعتي أو على موقع فري بوكس باسم كينونة المرآة، تمام مجموعة قصص تمام فلسفية. تمام انا يمكن عرفتك، يمكن احنا البرنامج بالدرجة الأولى زي ما أنت عارف بيستضيف ملحدين، بيستضيف لا دينيين، بيستضيف ناس انكرت الاديان فعلا، يمكن ده هدفنا من البرنامج. لان انا شخصيا كنت شايف ان احنا ما فيش قدامنا فرصه الا ان احنا نستخدم الانترنت عشان نعبر عن افكارنا، عشان الناس تعرف افكارنا، بدل ما يبقى في مذيع او مفكر او مثقف بيطلع ينتقد الملحدين، وحتى الملحدين ما فيش قدامهم فرصه، او اللا دينيين ما فيش قدامهم اي فرصه ان هم يعبروا فعلا عن افكارهم. انت شايف ان برنامج البط الاسود بدايه كويسه عشان الفكر اللاديني او الفكر المنكر للاديان يبدا خلينا نقول الشاب المصري، مش عايز اعمم الموضوع، لان احنا هدفنا في الاخر ان احنا نتواصل كشباب يعني، سواء كان شباب مؤمن او منكر بالاديان مش دي المشكله، بس انا هدفي من البرنامج ان احنا نتواصل فعلا مع الشباب بشكل صريح يا ايفان. انا عارف ان انت مش صادم، فانا هختصر السؤال واقول لك، انت شايف فعلا ان البرنامج زي اللي احنا شغالين فيه ده هل بداية لان احنا نعرف الناس يمكن نقدر نقول فلسفة
فلسفة إنكار الأديان، أو الفلسفة القائمة على إنكار الأديان والأساطير، من وجهة نظرك أنت شايف البداية دي كويسة؟ هو إذا بصينا لبرنامج البط الأسود هنلاقيه حلقة من ضمن سلسلة البرامج الإذاعية الصوتية اللي كانت بدأت براديو مجرد إنسان للصديق ياسر جورج، بعد كده المحاولة الناجحة للصديق بسام البغدادي في إذاعة الملحدين العرب، تمام. وأي نافذة أخرى بتكون للتعبير عن صوت كل المضطهدين سواء أقليات دينية أو عرقية أو جنسية. إنك أنت بتقدر توصل صوتك لأماكن مش هتقدر توصل لها لو أنت هتكتب مقالات في جرائد ورقية أو في مواقع رسمية، أو إنك حتى تعمل ندوات في الأماكن دي. يعني أعتقد أي حد عنده إنترنت دلوقتي في أي محافظة من محافظات مصر كلها أو أي دولة سواء عربية أو أجنبية يقدر يسمعها دلوقتي بدون أي أكيد رقابة، بدون أي خطوط حمراء، بدون أي إغلاق وحظر. فدي مساحة من الحرية أتمنى نكون فاهمينها ونقدر نتعامل معاها بحرص عشان نوصل الرسالة والإشارة اللي حابين الناس تعرفها عننا، ويكونوا فاهمين الوسط بتاعنا كويس، لأن في صور كتيرة بترسم للمجتمع اللاديني سواء إشارات خاطئة بيبعتها اللادينيين نفسهم للمجتمع اللي حواليهم، لأن إحنا معروف مش كلنا على نفس المسافة من الحرية، ومش كل الناس فاهمة الحرية زي ما غيرهم فاهمها. مش هقول المصطلح الساذج اللي يقولك أنت فاهم الحرية غلط، هو مفيش حاجة اسمها صح وغلط أساسا، بس هي الفكرة إن في سياق معين بيتطلب ردود أفعال معينة. هل اللي حواليك في السياق ده هيفهموا رد فعلك ده ولا لأ، وهيفسروه بأي شكل من الأشكال؟ لأن مش كل الناس على نفس القدرات والملكات العقلية إن هما يفهموا ويتناقشوا. في شخص هيشوف فعل معجبهوش هيرد بالمسدس بتاعه، هيرد بإيده، في اللي هيرد بشتيمة، في اللي هيكبر دماغه ويمشي. كأي فكرة بتطرح في أي مجال مش شرط الدين فقط. يعني أنا مش بعتبر إن الراديو بتاع البط الأسود محاولة لنقد الأديان أو الهجوم على الأديان، ولكن محاولة لفهم الأديان. إن الدين كخطاب متصل ما بين فرد جزئي وما يقدسه ويصبغ عليه الإطلاق والغيبية أو أيا كان المقدس بتاعه، شكل العلاقة دي إيه وتداخلاتها في الحياة بتاعته ماشية إزاي. فبالتالي أنت الدين بتاعك والمعتقد والمعتنق بتاعك أنت بتعبر عنه إزاي، ليك الحرية إنك تعبر عنه، ولينا الحرية إن إحنا ننتقده دون المساس بحريتك في التعبير عن معتقدك أو المساس بشخصك وكينونتك كفرد. تمام. كلامك جميل يا إيفان، وبيضيف لي كتير بصراحة، يعني لأن تشرفت. أفكارك مرتبة بشكل كبير حقيقة يعني. طيب بالنسبة لموضوع إزراء الأديان، يعني أنت شايف إن هل في فرصة قدام شباب كتير؟ إحنا شباب كتير لا ديني، وأنت عارف الكلام ده، ويمكن أنت كمان قبل مني في الوسط اللا ديني أو المنكر للأديان يعني. انت شايف ان في، يعني انت شايف ان الاتهامات الملقاه او قانون ازدراء الاديان نفسه، انت شايف دي حاجه كويسه او دي حاجه مش لازم، او حان الوقت ان احنا نعيد النظر فيها، فكره قانون ازدراء الاديان او تهمه ازدراء الاديان نفسها؟ يعني انا شخصيا واحد او انسان مسيحي، يعني انا يمكن البير صابر كان قال كلمه دايما انا برددها ودايما بفكر فيها، إن فكرة الأديان بتزدري بعضها البعض. يعني أكيد المسيحي هو منكر للإسلام، أو منكر لرسول الإسلام، أو منكر رسالة الإسلام، فبالتالي هو ضمنيا بيزدري الدين، بس هو مش بيعلن ده أو بيخاف إن هو يعلن. فأنت من وجهة نظرك يعني إيه حدود، إمتى نقدر نقول هل من المسموح إن إحنا نعترف بحاجة اسمها إزدراء أديان أصلا؟ ولو هنسمح بده، فايه الحدود، وامتى نقول ان ده بيزدري دين او ده بيتعدى على حرية شخص تاني في الاعتقاد او في الاعتناق يعني؟ هو أولا أنا شايف إن مفيش حاجة اسمها إزدراء أديان، لأن مفيش حاجة اسمها أديان، دي مجرد اجتهادات بشرية لبعض الناس عايشة في مكان وزمان، ودي كانت رؤيتهم للعالم ورؤيتهم لحل مشكلاتهم ورؤيتهم للمقدس اللي هم بيحاولوا يتواصلوا معاه من جهة غائية حسب نظرية العلية إن في محرك أول وكل الخليقة كل البشرية بتتجه ليه.
هنقول أوكي، متفقين إن في أديان. على أي أساس ومن هو المسؤول وكيفية معرفة هل هذا نقد أم نقد أم ازدراء؟ هنقول نقد بالدال وبالضاد. بالتالي مين المقيم؟ أنا دلوقتي كتبت مقالة بناقش فيها تاريخ الخلفاء الراشدين، بناقش فيها حياة آل البيت، بناقش فيها معجزات المسيح، بناقش فيها القضايا الثلاثة في مثلث المسيحية، التجسد والصلب والفداء بالقيامة. أنا هناقش، هل أنت حابب تسمع أو مش حابب؟ إمتى بوصل لنقطة خط أخر اللي بتخليك تعرق كده ومتنرفز ومش طايق، فتقول لا كفاية أنت كده بتزدري ديني؟ طبعا دي هتختلف من شخص لآخر. فبالتالي مين الشخص المتجرد بشكل كافي اللي يقدر يحكم؟ طب ما أنا الكلام اللي بقوله مش كلام بتكلم بيه عفوي واعتباطي، أنا بتكلم من خلال مراجع وأبحاث موثقة من أصحاب الدين أنفسهم. يعني بلاقي كتب السيرة النبوية، بلاقي كتب الآباء الأوائل للكنيسة المسيحية سواء في روما أو في مصر. الكتابات دي بطلع منها نصوص، بشير النص على الصفحة بتاعتي وبقول القديس فلان الفلاني نظر لكذا كذا كذا وقال كذا كذا، ما رأيكم؟ ألاقي واحد يخش وانت مالك وانت تفتح الموضوعات دي ليه؟ يعني ايه؟ هو انا قدامي في حريقة مولعة، هفضل مستني لحد ما توصل للبيت بتاعي وتحرقني انا كمان، ولا بقول يا جماعة خد بالكم ان في حريقة؟ ده اذا ما كنتش هشيل جردل المية واروح فيها بنفسي. طبعا ده بيختلف من تشخيص المؤمنين انفسهم ان النصوص دي بتشكل خطر عليهم ولا لا، لازم يتوب نارها اولا. يعني تلاقي بعد موجات من التطرف والعنصرية والطائفية يطلع واحد اللي هو المسلم الكيوت، المسلم الوسطي اللذيذ الجميل اللي هو من جواه حد كويس. بعد شوية تيجي مواقف تقريبا كلنا اغلبنا كان كده، يعني اغلبنا كان كيوت خالص في الدين. يعني كلمني كده يا ايفان، انت امتى حصل التحول؟ يعني امتى بدأت تنكر فعلا المسيحية وقلت لا الموضوع فيه غلط وانا لازم افكر، وبدأت تفكر فعلا؟ يعني امتى بدأت تفكر وامتى انكرت فعلا المسيحية كدين تماما يعني، وانكرت الاديان بتاعي بعد كده؟ امتى ده حصل في حياتك؟ هو الموضوع بالنسبة لي كان ابتدى يظهر، طبعا ملوش تاريخ معين ان في هذا اليوم وفي هذه الساعة، ولكن بكون على دفعات وفي ارهاصات ومقدمات كتير بتحصل. كان في نهاية تانية ثانوي وبداية سنة تالتة، كان في بعض الكتب اشتريتها على سبيل الصدفة كده، لان كنت بحب اقرا لكن ما كانش عندي ان قدرة على تصنيف الكتابات او معرفة كتاب بشكل كافي، فكان اي كتاب بيجي قدامي اشتريه واقراه تمام. في أي دين في أي مجال فكري اقتصادي سياسي اجتماعي إلى آخره. فكنت بشتري الكتب وأقعد أقرأ، بالتالي في تساؤلات تظهر جوايا أقول لأ مش وقتها، لأ يمكن أنا عشان مش مثقف بقدر كافي، أو لأ يمكن أنا عشان بقالي مدة ما صليتش وما حاولتش أقرب من الله فينور عيني إن أشوف الإجابات لحاجة زي كده، أحاول أقرأ أكتر، أشوف مراجع أكتر، أروح لكهنة في الكنيسة عندنا هنا في المنطقة او خدام اعرفهم بشكل شخصي، لان ما كنتش بحب اسال حد ما اعرفوش لان ممكن يحرجني او ممكن يحذر الناس مني ان خدوا بالكوا فلان ده ليه طريقه معينه في تفكير بيفكر. بالظبط، خدوا ايوه بالكوا ده ابتدى يفكر، او ايوه بمعنى ادق ابتدى يخلع القرنين اللي شايلهم على دماغه بس. ايوه ايوه فبدات افكر في الموضوع ايه ده؟ المسيح نفسه بحسب مرض في الكتاب المقدس العهد الجديد البشارات الأربعة الأولى متى مرقس لوقا يوحنا ما قالش إنه جاي عشان دين، ما قالش إنه جاي بديانة، ما قالش إنه جاي عشان يلغي يهودية أو المسيحية مكملة اليهودية، بالعكس ده كان جه بيقولها صراحة ما جئت لأنقض الناموس بل لأكمل الناموس، يقصد ناموس موسى طبعا. ف حتى دخل الهيكل وقرأ من أسفار العهد القديم بعض آيات نبوات إشعياء النبي وحاول يفسرها للناس بحسب تأويله وفهمه هو ليها مش بحسب تفسير اليهود ليها. فبالتالي هو في بعض اليهود اعتبروا المسيحية فرقة أو طائفة يهودية جديدة،
لأن هو ولا أنكر الفهم الخاص بالأناجيل السابقة أو الفهم الخاص للتوراة، وما حاولش يرسخ قواعد لتشريع جديد، بالعكس ده هو كان بيحاول يخرج التشريع اليهودي من جمله وحشيره لفهم أكثر إنسانية وأكثر إتقان. في مسألة أما قال لهم السبت وضع للإنسان أم الإنسان وضع للسبت، ما تجيش تقول لي إن الشريعة هي كده ونطبقها كده، لأ حسب فهم الناس ليها واحتياجاتهم. ومسألة برضو الناس اللي كانت بتبيع في الهيكل، فالمسيح كان ليه بعض المواقف اللي بتوضح إنه هو مصلح اجتماعي وشخص صاحب رؤية دينية تجديدية أكتر منه نبي أو إله متجسد أو كل الأفكار اللي بتقولها الطوائف المسيحية دون استثناء. جميل. طيب انا هستغل الفرصه دي واسالك عن شخصيه المسيح. يعني في ناس بتشكك اصلا في وجود شخصيه المسيح نفسه. هل انت من وجهه نظرك شايف شخصيه المسيح، شايفها ازاي يعني؟ هو الموضوع ده حاولت أقرأ فيه على حسب الكتب المتاحة باللغة العربية، لأن ثقافتي بالإنجليزية أو العبرية أو الآرامية واليونانية أكيد غير متوفرة بحسب مجتمعنا طبعا والتعليم اللي احنا حصلنا عليه، لأن أنا إنتاج مجتمعي، المجتمع اللي أنا فيه بحاول أكيد أطور من نفسي، لكن في خطافات كتيرة بتشدني لتحت. الخطافات دي ممكن تكون العادات والتقاليد، الظروف الاقتصادية، الظروف الاجتماعية، الفهم الديني نفسه، الخطاب الديني اللي بيتقدم لي. مهما حاولت اقول ان انا بقيت اسيست، بقيت لاديني، بقيت علماني، بقيت تنويري، بقيت متحرر، اكيد في جذور من دي بتفضل في اماكن مظلمة جوه في ذهني، في عقلي، في وعيي، بوصل لها في مواقف معينة او هي هتخرج في اللاوعي في مواقف معينة. فبالتالي انا على طول مشروع مستمر في التطوير الذاتي، بفضل أكيد. ادور على الحاجات دي وأنتقيها وأخرجها، يعني إن أفلت نفسي أول بأول. مسألة أيوه. شخصية المسيح، هو أرجو ما أكونش بطول في الإجابة، لا حسيت يا إن أنا حبيبي، لا لا لا، بالعكس بالعكس، ده انت، انا مستمتع جدا والناس بتستمتع. اتفضل. أوكي. مسألة شخصية المسيح، بنبص للكتب المترجمة، في حاجة بتاعت جوزيف فلافيوس، ده موجود متاح على النت، كتاب اسمه تاريخ اليهودية. في كتاب تاني بتاع فراس السواح عن شخصية المسيح، في كتاب لهيجل الفيلسوف الألماني عن إنجيل يسوع، وفي الإنجيل كما كتبه المسيح خاص بجوزيه سارماغو الكاتب البرتغالي المشهور، وفي كتابات كتيرة اتكتبت عن الموضوع ده. في كتاب تاني اسمه إنجيل الابن لأفتكر هنا ميلر على ما أتذكر، أو هو ميلر الاسم بتاعه، سهل الحصول على الكتاب ده، موجود برضه للتحميل المجاني. بيتكلم عن جميل. الإنجيل إن المسيح شايف إن الأربع أناجيل كل واحد عمل نظرية الفيل، إن دخلت أربع عميان في غرفة ضلمة كل واحد يلمس الفيل من جنب، واحد قال الفيل عبارة عن زلومة، الفيل عبارة عن حد جسم حيوان تخين، واحد قال لأ ده أربع قوائم، فكل واحد قدم من الناحية اللي لمسها من فهمه ده. فالمسيح بيقول انا هتكلم عن نفسي بدل ما حد يتكلم عني، ده في انجيل الابن، ده بالنسبه لي من اجمل الكتب اللي قريتها عن المسيحيه، محلله شخصيه المسيح الانسان. مش هنقول طبعا كلمه المسيح، لان المسيح دي اللي هي المشيئة اللي هي الفادي او المخلص، فهنقول يسوع اللي هو الانسان. فيسوع اللي هو كانسان، الكتب التاريخيه بتكذب ان في شخص موجود بالاسم ده، بعض الكتب مش هقول كلها، لأن في كتب تاريخ اليهودية أو الكتابات الخاصة بالرومان واليهود، لأن أكيد التاريخ للدولة الرومانية مش هيغفل حدث زي ده، إن كان شخص التف حوله جماعة كبيرة وعملوا كذا وكذا، أو كان بيطوف يصنع خيرا ويصنع المعجزات ويقوم الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص. مش معقولة الكتابات اليهودية هتقول إن في طائفة من الطوائف المحرفة قام بيها شخص مخرب اسمه يسوع، ادعى ان هو الملك الآتي من السماوات ليهم عشان يقيم ملكهم وان هم شعب الله المختار. نيجي نبص لنظرة أخرى تقول ان الإغفال متعمد، ان في كتابات من دي تعمدت ان هي تخفي الحدث ده عشان يتم القضاء على أتباعه في صمت ولا يتم إحياء الفكرة
كالعنقاء لا تقوم من رمادها، زي بالظبط ثورة الزنج اللي قامت في الدولة الإسلامية، إن حد اسمه محمد إسماعيل بن عبد الله كان هم مجموعة من الزنوج العبيد قاموا بدولة بثورة على الخلافة الإسلامية، وخلوا السادة يبقوا هم عبيد ويطبقوا عليهم الشريعة الإسلامية، إن العبيد دول ياخد زوجة سيده ويستمتع بها أو يخلي سيده تحت أمره إلى آخره، بحيث إن السيد يدوق العذاب اللي كان بيقدمه للعبد بتاعه. الموضوع ده ما اتكتبش عنه في أغلب الكتابات الإسلامية غير مرجع أو مرجعين بالكتير. ففي ناس بتاخد نفس القياس على المسيحية، إن شخصية المسيح بيتم التعميم عليها لخدمة أفكار أخرى. لكن إحنا لو بصينا هنلاقي إن في كتابات أكثر إنصافا بتقول إن أيوه كان في شخص اسمه مسيح أو اسمه يسوع إن شئنا الدقة، وهو تم إنجابه من زواج يوسف النجار مع مريم وليس من الروح القدس، أو من علاقة غير مشروعة بين مريم وجندي روماني اسمه بانديراس، وإن الشخص ده كان عادي ليه أفكاره ليه رؤيته، كان متعلم، كان ليه تلمذته على يد الأثينيين، دي أحد الطوائف أو أحد الفرق اليهودية المجددة اللي كان أحد أعمدتها يوحنا المعمدان اللي المسيح التلمذ على إيده، وهو اللي قدمه للناس في ندوة جميلة كده اتعملت على نهر الأردن أول ما عمده، قال هو ذا حمل الله الذي يحمل خطيئة العالم، إن هو بيقدمه للناس إن أيوة ده اللي هيكون احمل الراية من بعدي، وإن في علاقات إصلاحية ثورية كان عايز يعملها يسوع الإنسان بعلاقته مع باراباس اللي هو اللص اللي هو بيحاول ياخد من الأغنياء ويدي للفقراء، حاجة زي روبن هود كده مثلا، وحاول يتكلم معاه وإن كذا كذا. حتى في ده الأناجيل أشارت لبعض الحاجات دي بجانب من الجوانب، إن المسيح قال له أنا هتصلب بدالك وهيتم إطلاقك في عيد الفصح إلى آخره، لكن المسكوت عنه على حسب الروايات التاريخية دي، لأن أكيد أنا ما حضرتش الأحداث دي، لكن أنا بحاول أقرأ كل الكتب المتاحة قدامي وأستفتي عقلي في هذا الموضوعات. فبلاقي إن كان في مسيح كان ليه رؤية، كان ليه بعض الأهداف الاجتماعية الدينية الإنسانية، لكن لم يؤسس لديانة، لم يؤسس لتشريع، لم يؤسس لمملكة لكهنوت لرتب، هو فقط رؤية إنسانية اجتماعية إصلاحية بينظر للدين في جانب إنساني. هتلاقي المسيحية بعد كده ابتدى يجتمع التلاميذ بعد اختفاء المسيح أو ما قيل إنه صعوده، حاولوا يأسسوا الكنيسة الأولى في أنطاكيا، بعد كده جه بولس الرسول أول ما لقى المسيحية تاكل الجو من اليهودية اللي هو كان أحد أعمدتها وهو متتلمذ على يد غمالائيل الفيلسوف، فابتدى يعمل نوع من التلقيح والتطعيم ما بين اليهودية والمسيحية، إن يحصل تصالح بينهم، إن عادي المسيحية بقى جواها يهودية واليهودية هتكبر المسيحية وتحتويها وتدوبها جواها، واخد بالك من الفكرة؟ زي ما في بعض الناس بتحاول تعمل قراءات للشيعة أو للبهائية إن هم مجرد فرق إسلامية ومش أديان منفصلة. الشيعة برضه حاليا تم التوافق على إنها فرقة إسلامية منافسة للسنة وبيسموها الروافض، لكن البهائية مصرة على تأكيد ذاتها إنها دين منفصل وليست فرقة إسلامية. لاحظت أنت الحركة دي؟ فبتلاقي إن بولس الرسول حاول يعمل الحركة دي في زمان، إن لا يا جماعة اليهودية هي اللي طلعت المسيحية، وابتدى يعمل قراءات جديدة في الـ14 رسالة الموجودين في العهد الجديد، رسالته إلى فيمون، رسالته إلى كنيسة كورنثوس، رسالته إلى العبرانيين، إلى تسالونيكي، إلى فيليبي، 14 رسالة، إن يجيب آيات من العهد القديم من أرميا من أشعياء من كتابات موسى التوراة ويفسرها في ضوء المسيحية، وإن المسيح هنا كان بيساوي يوسف أول ما إخواته باعوه زي ما التلاميذ باعوا المسيح، المسيح هنا بيساوي إسحاق اللي شال خشب المحرقة عشان يروح أبوه يقدمه، فالمسيح شال صليبه عشان يروح يقدم نفسه لإرضاء الآب عشان خطيئة آدم،
فبيفضل يعمل تشبيكات وتربيطات، في حين ان اظن ان بولس من جواه كان عارف انه بيلعب لعب عبقرية هتخدع اجيال كاملة من المسيحيين الى لا نهاية، لان بولس اعتقد كان على علم ودراية، اللي هو شاول الطرسوسي اسمه قبل ما يبقى مسيحي، انه هو لو حابب يفسر اليهودية يفسرها من كتاباته اليهودية اللي هو تربى وتتلمذ عليها، مش تفسرها في ضوء المسيحية عشان تعمل التصالح معاهم، اللي هو بالظبط زي ما يجي فيلم ماتريكس الجزء الثالث يجيب لك شوية فلاش باك ولقطات من الجزء الثاني، ان على فكرة احنا تكملة للجزء الثاني بس في كام لقطة جديدة عشان تعرف ان الجزء ده منفصل عن الجزء ده، بس احنا تكملة ليه، ونفس المخرج ونفس كاتب السيناريو، وممكن يكون مخرج مختلف وكاتب سيناريو مختلف. بس وصلت وصلت. طيب، تمام. بعيدا عن القصص بقى، قصة الأديان أو قصة، أنا شايف يعني سؤال، يمكن سؤال فيه شوية فلسفة كده أو تفلسف بسيط. يعني إحنا مش في النهاية بنعمل عملية تقييم، إحنا كأشخاص أو كأفراد مش بنعمل عملية تقييم، وبناء على عملية التقييم دي بنختار الديانة المعينة وبنختار الدين المعين. طيب، إذا كان إحنا نفسنا عندنا الميزان وعندنا المقياس او الترمومتر اللي بنقيس بيه صحه الدين او صحه معتقد معين، ما الحاجه الى دين؟ يعني انت بتدخل في دين معين، ونفرض ان احنا فعلا ما اخدناش الاديان دي بالوراثه، لا احنا وصلنا لمرحله من الوعي الكفيله بانها تخلينا ان احنا نبدا نبحث في الاديان، ما كانش عندنا فكره، وبناء على بحثنا ده احنا اخترنا ديانه معينه تتفق مع مبادئنا وتتفق مع رؤيتنا في الحياه. طب ما الحاجة، يعني إذا كان الإنسان عنده القياس أو عنده المعيار اللي بيقيس بيه، طيب ما الحاجة إلى دين؟ خد بالك أنت من السؤال يا إيفان، تمام. ده تساؤل أنا بقى يعني حابب إن أنت تفكر معانا فيه كده. هو بداية ظهور فكرة الدين على حسب الكتابات اللي تطرقت للموضوع ده هي فكرة الخوف والأمل والرجاء ونوع من الاطمئنان الداخلي، فأنت بالتالي تركيبة الدين ده مش شرط يكون مجموعة من النصوص، في ناس بتتعبد في ديانات معينة ملهاش نصوص مقدسة، بكون ليها مجموعة من الممارسات المباشرة على طول الناس حافظاها عن ظهر قلب، أو ليها الشخص المسؤول عن تلقينها للناس. أعتقد إن إحنا مفيش حد جه عرض علينا هندخل أي دين ويتم تسجيلنا بيه، إحنا اتولدنا لقينا أنا داخل أسرة مسيحية وأنت داخل أسرة إسلامية. إذا افترضنا إن هنقعد لحد سن الرشد وسن التكليف ويعرض عليك كل دين، طب الفترة اللي من سن سنة لحد 18 أو 21 على حسب بعض البلدان في سن الرشد، الفترة دي أنت هيتم تنشئتك على إيه؟ أنت عندك المادة التانية من الدستور، وعندك مساجد وكنائس في كل مكان حولك، وعندك مادة اسمها التربية الدينية، فمنين توصل للحياد إنك تحافظ على ذهنك وعقلك نظيف ما يتمش إدخال هذه الأفكار فيه. وإذا افترضنا إنه لا يوجد كنائس أو لا يوجد مساجد أو لا توجد مادة دين أو مادة تانية، أو إن شئنا الدقة مادة زانية في الدستور، إزاي أنا الشخص اللي هيوصل لي فكرة الدين هيوصلها لي على أساس إيه؟ وأنا تم تنشئة عقلي على أي مدرسة؟ إذا كان حتى في المدارس العلمانية أو المدارس الليبرالية أو المدارس الفكرية عامة، في أكتر من نظرية وفي أكتر من تأويل وفي أكتر من خطاب ديني داخل نفس الفرقة أو الطائفة الدينية الواحدة، فبالتالي سلسلة البحث هتفضل مستمرة. زائد إن مسألة الدين مش شرط، يعني أنا فوجئت إن في سنوات مرت على مصر كان بيكتب في البطاقة الدينة مسيحي أرثوذكسي مسيحي كاثوليكي، مع الوقت خلوها مسيحي بس. لو هتوسع منهم خالص. يعني ايه لازمة ايه جدوى انك تكتب لي الطائفة بتاعتي؟ يقول لك اصل في لوائح كنسية ان الارثوذكسي يتزوج ارثوذكسية، بعد كده كملوا اللعبة وقال لك الاخواني يتجوز اخوانية. طيب يا ايفان، ده مش ظلم؟ ده مش ظلم؟ دلوقتي بحب بنت مسيحيه ولنفرض يعني، وانا شخص مسلم، مش ظلم ان انا يعني مش ظلم ان احنا نتعرض
مش هقول لك بقى نغير الديانة، يعني الكلام ده كمان فاكس فاكسان يعني فكرة ان يعني انت مش شايف ان ده ظلم كبير جدا، واحنا بسبب التوغل الطوائف الدينية وتوغل المؤسسات الدينية والثقافة الدينية في مجتمعنا، انت مش شايف ان في ناس كتير بتتظلم؟ وعايز ارجع تاني لسؤال كمان، حتة تلويث عقل الأطفال بالأديان والمعتقدات الخرافية، يعني الموضوع بس مش بيوصل لكنيسة أو مش بيوصل لمذهب إسلامي معين. أنت ممكن تلاقي الأسرة لو كان الأب متطرف دينيا، أو كان يعني خلينا نقول إن الكنائس والمذاهب الإسلامية المنتشرة عندنا ما فيهاش تشدد، خلينا نتكلم على بعض الأفكار المتشددة والخرافية أو بعض الأفكار المتطرفة جدا، أنت مش شايف إن في ظلم بيقع على الطفل لو تناول الأفكار دي من خلال الأب والأم في بداية مراحل حياته الأولانية خالص، لما بتشوف بنات صغيرين خالص محجبات مثلا، أو بنات، ويمكن في الكنيسة كمان في حاجات أنا ما شفتهاش، أنا يمكن بعد ما أنكرت الخرافات دي كلها كنت في حالة صدمة، وكنت بحاول أدور أو أبص أشوف يعني أشوف مدى تأثير الخرافات دي على المجتمع بتاعنا، وطبعا التأثير كبير. أنت مش شايف إن يعني تعد جريمة اغتصاب أو تعد يعد تعدي سافر على حقوق الإنسان مسألة إن إحنا نعلم طفل من سنواته الأولى إن الدين ده هو الصح وإن المعتقد ده هو المظبوط، ونبدأ نحشي دماغه بأفكار قد تكون أسطورية من وجهة نظر الكثير من المجتمع على أساس إن هي الحقيقة المطلقة وإن هو ده الصح وإن هو ده السليم والحاجة المظبوطة؟ مش ده بيأثر على الإنسان ويعتبر اغتصاب وتعدي، يعني تعدي غير عادي على شخصية الطفل أو شخصية الإنسان؟ تمام. هي الفكرة إن المجتمع بالحكومة بجهاز الدولة ككل بيتعمد إن ينظر للمواطن منذ ميلاده وحتى وفاته على إنه طفل بيرضع ومحتاج دايما يكون قريب من صدر أمه. صدر أمه اللي هو بيكون القوانين والعادات والتقاليد والخطاب الديني اللي بيتم تلقيحه لهذا الطفل من صغره، زي حقنة اللقاح كده اللي بتاخدها وأثرها في كتفك بيفضل موجود لحد ما تموت تقريبا، أعتقد موجود عندك وموجود عندي وعند ناس كتير. فالفكرة إن المجتمع من صغرك دايما يفهمك إن لأ، أنت تلعب مع المسيحيين بس، إذا أنت مصاحب واحد مسلم في المدرسة حتى في الجامعة نفسها تلاقي إن المسيحيين بيقعدوا مع بعض، ليهم السي إتش، ليهم حارة النصارى، ليهم أماكن تجمعهم، والمسلمين تلقائيا موجودين شايفين دول بيتجنبوهم فبيتجنبوهم هما كمان. يعني أنا كنت أثرت موضوع على صفحتي من فترة قريبة عن تعليق شخص من المنيا مسيحي متصل ببرنامج على قناة سي تي في بيبلغهم وبيشتكي إن بنته خطفتها الجماعات الإسلامية، فبيسألوه هل بنتك فكرت تشهر إسلامها أو بنتك لها أصحابها شباب مسلمين؟ فكانت إجابة الراجل معبرة جدا عن عقلية شخص مسيحي بيتوجه له خطاب ديني. يعني فهو الراجل قال ببساطة إيه؟ لأ، أنا بنتي مربيها أحسن تربية وما بتصاحبش ولاد خالص، وإحنا ناس مختصرين في حالنا وما بنحبش نتعامل مع المسلمين أصلا. فبالتالي إذا ماشي كان بقى، شخص مسلم، ماشي يا بنت. إذا كان شخص مسلم طلع هو اللي قال الجملتين دول، كان كل المسيحيين طلعوا يصرخوا يقول لك شفت احنا مضطهدين، المجتمع رافضنا، لينا حق ان ننعزل في الكنيسة، شفت المسلم بيقول ما بيحبش يتعامل معانا، ده احنا محبة، ده احنا سلام، احنا كل حاجة حلوة. طب ما انت يعني انت بتقص الاخر ورافضه، منتظر منه ايه؟ هيستقبلك بالورد والشوكولاتة؟ هو اكيد بيستقبلك بالورد والشوكولاتة في جلسات الصلح العرفي اللي انت نفسك بتوافق عليها عشان خطابك الديني بيقولك ان اللي اتذبحوا واتقتلوا دول شهداء للمسيح وانت لازم تعيش وتموت مضطهد في كنيسة متغربة. تيجي حتى للشخص ابو الشهيد فلان او ابو الشهيدة فلانة تقول له روح للقسم اعمل محضر طالب بتدخل القانون يتم محاسبة قتلك، يقولك هقبل عوض في ابني، الله جابه الله خد الله العوض، الله استرد الله يرحمه. ودعته، دول راحوا السماء يحضروا لنا مكان هناك، احنا لينا بقى لينا سفرة عند يا المسيح. حبيبي
يا حبيبي ضحايا، ضحايا بتروح ايه فين؟ ضحايا بالعكس، ده بتروح، انت تفاجأ، ضحايا بتروح تفاجأ على من الفاضي. شخص يباهي على منبر كنيسة ويقول لك كان ماري جرجس ولا القديس دميانة طلبوا تعويض، القديس أبانوبا ما اتقطع واتعذب مش عارف كام سنة، كان طالب بتدخل دولي ولا طالب بمؤسسات مدنية وحقوق إنسان. برفع إيدي بقول له حضرتك ببساطة، زمان دي كانت دولة رومانية مش معترفة بوجود مسيحيين وعصور اضطهاد، إذا صدقنا كتب التاريخ إن عصور الاضطهاد استمرت كذا كذا كذا، وإن الروايات المسيحية عن الشهداء صحيحة فعلا حسب ما حدث بالفعل وليس فيها أي مبالغات أو تلفيق إلى آخره، وإن إحنا دلوقتي في دولة مرنة، الجميع سواسية أمام القانون، الجميع كل فرد يمثل نفسه ولا يحاسب إلا عن نفسه أمام الله بعد الحياة إن وجد، وأمام القانون أثناء الحياة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن أنا مش مكلف إني أأمر شخص بفعل أو أنهيه عن فعل، في قانون بيحكم تعاملاتنا. أنت دلوقتي مواطن زيك زيه، ليه متعمد ومتلذذ بالمسوشية إنك تعيش دور المضطهد اللي بياخد على قفاه وعلى طول مطاطي، حابب الغباء في دور المضطهد؟ الجهتين يا اخي، الغباء في كل طائفه وفي كل فكره، يعني تلاقي غباء هنا وعكس الغباء في الناحيه التانيه. طيب يا ايفان، انت مش شايف ان حان الوقت ان احنا نقضي بمعنى الكلمه يعني على التوغل او على التوحش اللي ممكن يكون غير مقصود من خلالهم، فاكرين ان هو ده رحمه للعالمين سواء من الفكر الإسلامي أو من الفكر المسيحي؟ مش شايف إن ده حان الوقت إن إحنا نقضي على التوحش بتاع المؤسسات الدينية في مجتمعنا؟ يعني مش شايف إن الوقت حان فعلا إن إحنا لازم، يعني لازم نعلي الصوت أكتر من كده، لأن الموضوع بيتبعه يعني تبعات كتير جدا بقى، من جلسات العلاج الجماعي اللي بتتم في الكنيسة مثلا يعني، واللي أنا شفتها بعناية، تمام، للأسف وحاجات خرافية كتير يعني. أنت مش شايف إن حان الوقت ان احنا نتمسك اكتر بالعلم شوية، نتمسك اكتر بالنظريات العلمية الحديثة في التربية، النظريات العلمية الحديثة في الاجتماع، النظريات الحديثة العلمية في الفن؟ مش شايف ان احنا بدل ما نعمل النظرة دي مع بعض على اليوتيوب، وممكن يكون في ناس كتير ما تقدرش تعملها عشان خايفة، مش شايف ان ده المفروض يتعمل في كليات الفلسفة وفي كليات وبشكل حر؟ يعني اعتقد ان احنا كنا هنبقى جيدين اكتر من كده لو اتاحت لنا الفرصه ان احنا نناقش ده بشكل علني اكتر، بشكل مستريح اكتر. يعني مش شايف ان الوقت حان؟ يعني انا عارف ان انت مش صدامي، انا عارف ان انت من النوع اللي مش صدامي، بس انا بحاول بقى اطلع فيك بقى ايه، عايز اشوف ايفان الرافض فعلا للاديان بشكل يعني بشكل قطعي، لان تمام، هي كارثه بالنسبه لنا يعني. هي انا شايف ان العطله كلها في حياتنا دلوقتي هو بسبب المؤسسات الدينيه وتوغل المؤسسات الدينيه في والخطاب الديني يعني. حتى يعني اي حد عايز يكسب رأي او عايز يكسب جمهور بيتصدر على طول الخطاب الديني في كلامه عشان يبقى معاه جرين كارد، يقول اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه والناس موافقه. امتى هنتصدى وامتى هنقدر نتصدى بشكل يعني بشكل اقول ايه، ممكن انت تختار تقولي على كلمة مناسبة، بشكل حازم تمام، لتوغل المؤسسات الدينية وخرافات المؤسسات الدينية والقصص والمذاهب والاعتقادات الدينية اللي بتأثر على حياتنا ومش خلينا نطلع لقدام خالص يعني. امتى؟ أو أنا شايف إن فكرة رفض الأديان قطعيا أو القضاء على الأديان قطعيا، الفكرة أنا رافضها، لأن بالنسبة لي أنا شايف إن إتاحة البيئة اللي تسمح بمواجهة الدية لكل القطاعات من مختلف التوجهات دي البيئة الأصلح إن يتم الهارموني والتصالح الاجتماعي، إن أنت أوكي خليك أنت ليك القنوات بتاعتك التلفزيونية اللي بتيجي عليها إخراج شياطين والعلاج بالماء المقدس والرملة اللي جاية من عند مقابر الأولياء إلى آخره، والرؤية الشرعية والحجامة وإلى آخره، وفي نفس الوقت يكون في قنوات يطلع عليها مفكرين علمانيين
وبعض دكاترة الفيزياء الكيمياء بس في مشكلة إيفان، في مشكلة كبيرة، لأن إحنا والمتفرج هو اللي هيقيم، أنا معاك، أنا فاهمني؟ معاك، بس في ضحايا إيفان، في أطفال ضحايا، في ناس صغيرة، في أجيال طالعة هتبقى ضحايا زينا وزيك، زي ما أنت قعدت في هوضح لك المسيحية نقطة، وقعدت في الخرافات. يعني أنا شايف إن هوضح لازم يبقى لك في قانون حازم ضد الخرافات اللي بتمارس باسم الأديان، تحمي الأطفال على الأقل. أنا بتكلم على أطفال أبرياء ما لهمش ذنب. يعني انا شايف ان تعدي كبير جدا لما يبقى طفل صغير جدا ويتحط على ايده صليب، ولا على كتفه صليب ده، عشان يثبت ان هو شخص مسيحي مثلا، من غير ما ياخدوا اذن طفل. اخد بالك؟ ده تعدي كبير جدا. يعني انا يعني نفسي الناس دي كلها ترفع قضيه، يعني كل اللادينيين اللي من خلفيه مسيحيه يرفعوا قضايا على التعدي على اجسامهم. ها، وبعدين احنا عندنا اسئله كتير، خلي بالك، يمكن هنبدا نطرح من نختار منها حاجات ونقول لك عليها. يعني اوكي ممكن اختار لك هجاوبك كام على سؤال السؤال كده ده. واتفضل. اوكي انا اعتقد ان طالما انت خلي كل الامور متاحة للناس والناس مسلحين بالوعي والذائقة الفنية والإنسانية والشعورية اللي تسمح لهم بالاختيار، هيكون في اختيار خاطئة لكن ده منعش ان هيكون في اختيارات صحيحة. نسبة ده تمام، من ده، النسب هي اللي هتوضح لي توجهات الناس واللي يعرفني في الآخر بأي معيار بيختاروا. يعني أنت تلاقي في مجتمعات فيها الفاترين في الشوارع واقف فيها فتيات عاريات وبأسعار معينة متقيمة بتخش تمارس الجنس معاها أو تحصل على بعض اللذة بأي شكل أنت بتختاره معاها. هل كل اللي ماشيين في الشارع رايحين جايين داخلين أو واقفين قدام الفاترين بيتفرجوا؟ أعتقد لا لأ. طبعا لا. شخص حابب كده أو شخص حابب يجرب او اتعود على كده او شخص بمر بضائقة جنسية او نفسية حابب يعمل كده. نفس الفكرة في محلات بتبيع السلاح، بمجرد انك معاك اي دي، انك معاك بطاقة شخصية انك فوق ال 18 سنة تقدر تشيل سلاح. هل المحل ده الناس واقفة طوابير عليه وبتشتري رشاشات وبنادق ومسدسات؟ نفس الفكرة في سوبر ماركت فيها الماريجوانا وفيها الفولو وانواع مخدرة. طبعا ممكن حد يبرر الموضوع ده ان هم معهمش الفلوس اللي يشتروا بيها لكن هم مدمنين ونفسهم يشتروا. هقول لك ان الفكرة اوكي ده ممكن رأي مقبول، لكن الرأي تاني ان انا دلوقتي خلي الناس كلها عندها الوعي، خلي الناس كلها بتفكر قدامها كل منافذ المعرفة، هيقرأ ويقرأ اكتر ويلاقي اراء اخرى. مش هيلاقي موقع يجي يخش على الموقع ده يلاقي نوت فاوند 404 وإن الموقع لا يفتح في بلدك، لأ هيلاقي كل المواقع مفتوحة قدامه. عايز يطبع كتاب لريتشارد داوكنز إذا لأن الكتب مش مسموح بترجمتها أو بيعها في الدول العربية، يروح يطبع الكتاب وهو قاطع الجلدة بتاعته من خلال برنامج الأب ريدر عشان خايف إن بتاع مكتبة التصوير يشوفه. الموقف ده حصل معاه فعلا، قطعت جلد الكتاب بالبرنامج الأب ريدر طب هو كان هيعرف رغم ان ان الكتاب انا نزل في مكانه؟ لان الموقف حصل معايا وانا طبعا عارف ان طباعة الكتب بدون اذن الناشر دي جريمة طبعا، سرقة حقوق ملكية، بس اعتقد داوكنز يعني مش هيعترض على حاجة زي كده، الجانب الانساني عنده. فانا كان في كتب بطبعها عند جامعة القاهرة وللاسف اخترت المكتبة الخطأ ان اطبع عندها، كانت مكتبة سلفية اسمها دار ابن الرقيم. بس هو اللي نوعيتك عجبني السوداء نوعيتك. هو كان بيطبع الورقة برنت أبيض وأسود ببريزة 10 قروش، فكنت بطبع 3 كتب منهم كتاب أتذكر الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية أو فرح طبعا الجذور اهو. أو الجذور الجاهلية لخليل عبد الكريم وكتاب حصاد العقل لمصطفى جحا. فأنا طبعت الكتب وحضرت محاضراتي وراجع استلم الكتب، لقيت بنت اللي واقفه على مكنه التصوير بتقول لي ايوه انت اللي كنت جايب الكتب، ولهجتها متغيره كده قلت لها انا، قالت لي الشيخ احمد عايزك جوه. فقمت داخل المكتب جوه لقيت شخص قد الحوت كده وماسك سواك بيلعب بيه في اسنانه وشكلها مقزز وبص لي كده من فوق لتحت، ايوه الكتب دي بتاعتك؟ قلت له لقيته فاتح الكتاب على الفهرس كده وعمال يتفرج، بيقول لي انت بتطبعها ليه ولا عايزها تعمل بيها ايه؟
في لحظات كده جات لي فكرة جميلة، فقلت له حضرتك دي كتب مكررة علينا في أدب فلسفة عشان بننقدها ونرد على الكفر اللي فيها. قال لي يعني كده يعني؟ قلت له اه فعلا مدرس لي الدكتور فلان، واتصل لحضرتك بالدكتور لو حابب تسأله، احنا بالكتب ده الدكتور فلان مكررها علينا عشان نرد على الكفر اللي فيها ونضحضها، عشان ما ينفعش كتب زي دي تبقى مع الناس كده وتخدعهم وتزيف وعيهم ومش عارف ايه. قال لي طب خلاص ربنا يفتح عليك يا ابني. طبعا هو ما خدش باله ان في صليب في ايدي يعني. ايوه. طيب يا فين، انا مبسوط خالص. بالنسبه نتكلم شويه في الاسئله، اللي في ناس بعت اسئله كتير. اوكي انت اتفضل. يعني رؤيتك للمجتمع المسيحي دلوقتي عامله ازاي، وايه اكتر حاجه شايف ان هي لازم نرفضها دلوقتي مش بكره بالنسبه للمجتمع المسيحي يعني، او المجتمع المتدين المسيحي؟ سؤال فضفاض شويه. هو سؤال فضفاض بس هجاوب في حدود معرفتي. هو كمجتمع مسيحي أنا شايف إن الفكرة الأخطر على المسيحيين في مصر ككل هي سلطوية ودوجمة الكنيسة الأرثوذكسية، إن هي الكنيسة المتحدثة باسم المسيحيين رسميا، وهي الكنيسة المعتمدة من الجهات الحكومية رسميا. حاليا الكنيسة الإنجيلية ابتدت تزحف شوية من بعد أحداث يناير المسماة ثورة باتجاه إن هي تتصدر المشهد، باعتبارها بقى الكنيسة اللي فتحت أبوابها لمستشفى ميداني وتشارك وتطلع تتكلم. دلوقتي بنلاقي الأنبا بولا واخدينه في لجنة الدستور، ولا أعرف بأي حق ومين وكله ونصبه يتحدث باسم المسيحيين ككل، رغم إن في طوائف أكتر من 50 60 طائفة موجودين في مصر. ليه الأرثوذكسية هي اللسان الرسمي باسم المسيحيين، وليه الأرثوذكسية ما بتراعيش إن في طوائف أخرى؟ فهي الفكرة إنك أنت بتفرض سلطتك وسيديتك على الأقليات اللي تحت منك. المسيحي يبكي قدام إن المسلم مضطهده وإن هو أقلية، في حين إن نفس المسيحي الأرثوذكسي بيفرض سلطته على الكاثوليك والبروستانت، وبيمنع المسيحيين يروحوا كنايسهم ويمنعهم إن يدخلوا كنايسه، وبيمنع الاعتراف بيهم كمسيحيين. بل ان في عظات موجوده على يوتيوب للانبا بشوي سكرتير مثلث الرحمات البابا شنودة، بيقول ان البروتستانت غير مقبولين امام الله والله مش راضي عنهم. طبعا انا مش فاهم باي حق يحكم على ناس انهم غير مقبولين امام الله، وانت دخلت في المشيئه الالهيه والاراده الالهيه ازاي، وانك انت ازاي مؤمن بالكتاب المقدس اللي بيقول في بيت أبي منازل كثيرة، والكتاب المقدس اللي بيقول يأتون من المشارق والمغارب يجلسون في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأنت نفسك بتقصي غيرك. فهو يشغل آيات المحبة ويفعلها مع الملحدين المسلمين أو المتصحرين. والمسلمين أو اللادينيين عشان يخشوا المسيحية، ويشغل آيات الكراهية والرفض مع الأقليات اللي هي نقدر نقول بنت كارو اللي بتنافسه في نفس المجال هي بنفس تجارة. المنطق، كأن اتنين حلاقين فاتحين جنب بعض في نفس الشارع. تيجي تحلق عند ده يقول لك كده انت حلقت عند اسماعيل، على فكرة ما بيظبطش السوالف، على فكرة الجل بتاعه بيزوده مية، حاجات كده. طبعا مع الفارق في التشبيه يعني، لأن المنظمات الدينية أحقر من الحلاقين، ايوه، انا اكيد انا عارف الكلام ده كويس. لأن هي طيب مش بتقص شعر، هي بتقص عقول، بتقص أعضاء، بتبتر حياة أشخاص. أفتكر إن لا أنا لا لا كان في حملة شغالين عليها دلوقتي أنا وبعض الأصدقاء اللي بنسمي نفسنا مجازا نشطاء، كنت بنفكر نعمل حملة لحذف خانة الديانة واستبدالها بفصيلة الدم، لأن فصيلة الدم هتنقذ حياة إنسان، لكن خانة الديانة مع التطرف اللي احنا تشتبه. عايشينه هتأدي لموته. لكن مظبوط فوجئنا يا ان باشا، في مظبوط. فتاوى متخلفة، فتاوى اسلامية ومسيحية. الاسلامية بتقول ان لا يجوز نقل دم المسيحي للمسلم، لان المسيحي بيأكل الهه داخل الكنيسة الجسد والدم. وتلاقي طائفة مسيحية احنا الادفانتست يقول لك ان احنا
أعضاء في جسد المسيح، ولا نريد أعضاء زانية تدخل في أعضائنا، إن ما يتنقل لناش ايوه أعضاء أو دم من طوائف أخرى غير طائفتنا أو غير ديانتنا. فبالتالي أنت وتبقى عارف أنت عايز اللي هو تقلب الترابيزة كده، في إيه يا أولاد كده يعني. انا نفسي اشتم، نفسي اشتم والله يا فندم، بس لا لا احنا لا ايه يعني هنحاول ان احنا ايه احنا نعمل لساننا ده كاننا عفيف، في برنامج تلفزيوني. ايوه احنا لساننا عفيف. عيب بقى، كمل يا مش فندم. عايز اتكلم. كان في سؤال، طب عايز اسالك سؤال يمكن ليه علاقه بالسكس بقى والجنس، بما انك فتحت السيره يعني. ايوه بقى. احنا الو، الو، ألو، ألو، الو، من ايوه سامعني. انا اسف، المشكله كانت عندي، حصل مشكله في الكونكشن عندي ففصلت، معلش انا اسف. ما مش لا مشكله، كل حاجه سجلناها موجوده ما تقلقش. اوكي اتفضل. السؤال كان بخصوص الانتهاكات الجسديه او الجنسيه اللي بتتم في الكنيسه بشكل عام في مصر، يعني هل انت سجلت حاجه قبل كده او سمعت حاجه عن كده او شاهدت حاجه زي كده قبل كده؟ وكمان سؤال عن مباركة الجسد، هل في حاجة اسمها مباركة الجسد في الكنيسة، وهل بيتم من خلال الفكرة دي أي انتهاكات؟ هو لو في انتهاكات بتتم في الكنيسة الأرثوذكسية فدي مش هتكون منصوص عليها في الكتابات أو في الإنجيل نفسه، بتكون أخطاء فردية من بعض الكهنة. طبعا ده مش تبرير إن في طغيان وفي سادية، لكن في حالات فعلا بتتم إن في كهنة بيتحرشوا بفتيات، إن في كهنة بيكون لهم علاقات نسائية مع بعض النساء من الشعب. فكرة مباركة الجسد هو انا ما اعرفش تسميه عن ايه، ممكن تكون تقصد رشمه، الرشم اللي هو بيكون للطفل اثناء معموديته بيتم رشم من جسمه كله بالزيت، 36 رشمه على ما اتذكر، والرقم ليه دلاله ورموز مسيحيه يعني معروف. ف انتهاكات بتتم في الكنائس، في على ما سمعت من صديقه ليا كانت فكرت ان هي تسيب المسيحيه وتدخل الاسلام عشان بتحب شخص مسلم وبتفكر تهرب معاه، فتم حبسها في دير للراهبات
وعمل جلسات استتابة ليها لحد ما تطرد الفكرة دي، وما دي فشلوا في الموضوع ده. غير الشخصية اللي احنا لا غير غير الشخصية اللي احنا الشخصية عرفنا عنها من شوية. لا غيرها خالص. هو الشخصية اللي كلمتني عنها انت دي معرفهاش لسه، بس هشوف هقدر اساعدها بايه او نقدر نتواصل معاها ازاي. لا الشخصية اللي عارفها دي تم حبسها وهربت بأعجوبة، يعني ان هي تظاهرت بالمرض وان هما هينقلوها وكده وعرفت تهرب. ففي طيب فعلا إيفان، حاجات زي كده، حتى انا ما استبعدش ان فكرة زوجات الكهنة اللي تم قبل كده عمل مشاكل بسببهم زي وفاء قسطنطين ومش فاكر التانية كان اسمها ايه، وكاميليا صديق أختنا كاميليا. وكاميليا. اعتقد ان فعلا بيتم اخفائهم في اماكن زي دي، بيوت للراهبات في مناطق بعيدة، ويتم محاولة زحزحة الفكرة من دماغهم ان انت لا اللي بتعمليه غلط، ده مخالفة لكذا وكذا وكذا. بس دي بتكون أمور مرفوضة بحسب التعليم الكنسي، يعني مفيش نصوص أمرت بكده. انا فاهم، يعني احنا عايزين نرفض، التعليم انا احنا عايزين نرفض اصلا التعاليم الكنسيه كلها. احنا عندنا قانون، المفروض كلنا كمواطنين مصريين يبقى في قانون هو اللي بينظم حياتنا، وقانون واحد هو ممكن نلجأ ليه كلنا كمواطنين في دوله مدنيه، خلينا نقول بعيد خالص عن التدخل اي مؤسسه دينيه في حياه اي شخص واي فرد يعني. ولازم حريه الاعتقاد تكون مكفوله للجميع، واي انسان حر ان هو يعبر عن اراءه. طيب ايفان، ايفان قبل الالحاد او قبل وصوله لمرحله انكار الاديان، اختلفت حياتك، اختلفت حياتك عما قبل وعما بعد. ايه اهم الحاجات يعني، ايه اهم الاختلافات اللي تقدر تكلمنا عنها؟ هو أهم حاجة بالنسبة لي حسيت بيها بعد ما وصلت لنقطة وعي معينة، فكرة الإحساس بالذنب على طول بتطرد الشخص، إن أنت على طول أي حاجة بتعملها أنت على طول مذنب، أنت على طول مخطئ. يعني حتى أفتكر كان في قول لأحد الآباء بيقول من يعرف خير ولا يفعله يحسب عليه خطية. إيه ده؟ طب افرض أنا مش راضي أعمل الخير ده يتحسب عليا خطية؟ عارف انت بالظبط كأن معاك رصيد عمال تزود وتسحب تزود وتسحب. فانا ليه، حتى انا كنت شايف العلاقه نفسها علاقه خاطئه، انا ليه العلاقه بيني وبين المقدس بتاعي الاله اللي المفروض ان هو بيحبني وبحبه وفي بيننا صله وصلاه تكون ان هو كأنه تاجر جمله رايح جاي انا عليه بالكوبونات اديله واصله هي تجارة أصلا، هي فكرة ال... فكرة تجاره فكرة رابحه. العبودية اه فكرة العبودية تجارة فاشلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أكثر وحتى انا كتاب ببقى مش فاهم هل هو مطلوب انه يبقى راضي عني في الحياة الدنيا هنا فيخليني اترقى في الوظائف وجسمي سليم لان غضبه عليا بيديني امراض واوبئة وزلازل على حسب الفهم الديني طبعا مش رؤيتي انا، لا، ما ويرضى هو عني. كل واحد بيفهم، كل واحد بيشرح الإله بشكل يعني. أنا يمكن اكتشفت الموضوع ده مؤخرا، إن الإله عند كل واحد بيبقى ليه فكر، بيبقى ليه شكل معين، بيبقى ليه مفهوم معين، حتى عند بعض الناس الربوبيين يعني، اللي بيقول لك أنا ربوبي أو أنا أنكرت الأديان بس في إله ممكن يكون بيشرف أو بيعمل بس مش شكل الإله يعني. كل واحد حتى عارف أنت، حتى اللي بيفرقوا الأديان دول ممكن في لحظة معينة تلاقيه اكتشف دين أو طلع بدين جديد يعني، أخد بالك؟ تمام. أكتر كتاب قراه ميلاد سليمان وفاكره يعني، إيه أكتر الكتب اللي أنت قريتها؟ وبالمناسبة كمان، إيه أكتر إيه أهم الفلاسفة، أو مين هم أهم الفلاسفة من وجهة نظرك في آخر 100 سنة وفي آخر 150 سنة في مصر؟ هو فكرة إن أختار أو أقول إيه أهم كتاب في حياتي، هو أنا لسه حياتي مستمرة فأكيد لسه في كتب أكتر بشتريها، كتب أكتر بقراها. انت عارف انا لكن بسأل اسئله بتهم ناس يعني، في ناس، انا انت اكيد عارف ان في ناس كتير بتتابع ميلاد سليمان تمام، ومعجبه بكتابات ميلاد سليمان، فهي الناس بتسأل عشان حابه ان هي تعرف يعني. انت ممكن تبعت رساله صغيره لكل المتابعين تقول تمام. لهم على هو يعني. اتفضل. أهم كتاب بالنسبة لي من الكتب الجميلة اللي قريتها في كتاب اسمه فلسفة العلم في القرن العشرين للدكتورة يمنى طريف الخولي، في كتاب تاني أولاء علموني للدكتور سلامة موسى، في جميل الكتاب كتاب ده. اسمه يوميات حائر بائر
لفيلسوف ألماني اسمه أيشندورف، في كتاب الجنون والعبقرية بتاع دي دراسات نفسية لدكتور شاكر عبد الحميد. في كتب كتير يعني، أنا لو هفضل أقول اسم كل كتاب هيبقى الموضوع كبير قوي، بس دي من طيب أهم الكتب اللي متذكرها حاليا يعني. في روايات طيب كتير قريتها برضه كان ليها أثر في نفسي، مم. في رواية كل الأسماء لجوزيه أرماغو، في رواية آباء وبنون لإيفنتر جنيف، مم. في 100 عام من العزلة ماركيز، في حاجات كتير يعني. طيب إيفان، لو انت عارف ان في ناس كتير في المرحله او في الفتره اللي احنا عايشين فيها في المرحله دي، ناس متشككه وناس عايزه تبدا تقرا وناس عايزه يعني حاسه ان في حاجه غلط، وانا اعرف منهم كتير على فكره. لو تقدر تقول لنا على 5 مفكرين مصريين او مفكرين بيكتبوا باللغه العربيه كنصيحه تنصح بيها الشباب اللي عايز يبدا ان هو عايز يبدا ان هو يقرا او يبدا ان هو ينفض فعلا خرافات كتير احنا عايشين فيها، تنصحه بأسماء زي مين مثلا؟ هو طبعا في التنبيه الاول ان انا مش وصلت للمستوى الفكري ان انصح ناس او اوجههم لكتابات معينه، لا 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 بس هو إيفان، الفكرة أنا مش بمجد فيك ولا بعظم فيك ولا أي حاجة، إحنا بنتعلم من بعض كلنا، تمام. وأنت هنا أنت هنا شخص ليك تجربتك، فإحنا بنحاول إن إحنا نستفيد من تجربتك قدر الإمكان. فهي الموضوع مش موضوع ان انا يعني انا ممكن اكون قريت انا حاجه انت فاهم. ما قريتهاش يعني، اه يعني انا تمام. بشكل بسيط يعني. هو في من أهم المفكرين اللي بيكتبوا باللغة العربية محمد أركون، في محمد عابد الجبري، في حسن حنفي، علي مبروك، وطبعا نصر حامد أبو زيد، في الطيب تزيني، وفي برهان غليون، في علي مبروك، في كمان أدونيس. دي أهم المفكرين بيكتبوا اللغة العربية اللي أنا متذكرهم حاليا. جميل. ايفن يختار في يقعد فراس يختار السواح طبعا يعني. ميلاد سليمان، تختار تقف في مصر ولا لو جات لك فرصة للسفر كويسة في أي بلد أوروبي أو أي بلد أنت تختاره غير مصر، مش هتتوانى ومش هتتأخر إن أنت تسافر؟ هو السؤال ده اتسأل لي كتير والإجابة بتاعتي هي إن الدكتور نفسه أثناء عمل عملية معينة أو معالجة طبيب أو معالجة مريض بيوصل لنقطة اللي هو بيقول البقية في حياتكم، وبيتوقف عن العمل أكتر من كده، لأن هو بيكون شايف إن المريض أو الحالة بتاعته وصلت لمستوى مش هينفع أي تدخل، إن هيكون تدخله نوع من مضيعة الوقت والمجهود طبعا. أنا طبعا مش بشبه مصر بجسد المريض ككل، ولكن فعلا في مرحلة مرض اجتماعي بيعاني منها المجتمع في كافة مستوياته الاجتماعية والدينية والاقتصادية والسياسية، فأنا بحاول أعمل اللي أقدر عليه في مجالي، لأن أنا أكيد مجهوداتي الذاتية ولا في مؤسسة بتدعمني ولا جهة مانحة بتمولني، فكله شغل تطوعي مع مؤسسة كذا، مع لجنة كذا، مع شباب جماعة كذا، حركة كذا، بنتواصل، بنكتب، بنحاول نجمع من بعض مبالغ رمزية لو هنطبع حاجة، لو هنعمل احتفالية، اجتماع كده. لكن أكيد في نقطة معينة أو مستوى معين هوصل له اللي هو لا، مفيش أي رد فعل بيجي على المجهودات اللي الواحد بيبذلها، بالعكس ده وكفاية. في تضرر، في تضرر اكتر بيقع عليه الواحد، اضطهاد مجتمعي واضطهاد ديني، ان بيتم اقصائك من الوسط الديني اللي انت فيه، بل لا يعني لن يتوانوا انهم يقصوك اضرار اجتماعيا. جسديه، يتم تسقيطك، يتم قتلك. فانت ايوه انت وفر لي، انا مش بقول انت كاسماعيل، انت كمجتمع ايوه لو موفر لي البيئه المناسبه اللي اشتغل فيها، مش بقول لك اصرف عليا، بس على الاقل لما يتم اعتداء عليا ان انا حد كاتب مقاله او عملت لقاء تدافع عني، ان دي حريه فكر وحريه تعبير، ما تجيش تقول انت ازاي تقول حاجه زي كده واحنا دوله اسلاميه
وانت ازاي الكلام ده يطلع منك يا اخي، احترم نفسك، ده انت حتى مسيحي ومش عارف ايه. لا، سيب كل واحد يقول رأيه ورد على رأيه برأيه، القلم يترد عليه بقلم كما قال. والله انا بحب اشتم يا ايفن، بس انا ماسك نفسي برضه. المهم اوكي ال طيب ال كان في سؤال عن التيارات اليسارية عموما في مصر، يمكن انا مش متابع خالص للتيارات اليسارية. هو سؤال يعني، انت شايف ازاي اداء التيارات اليسارية في مصر ايه؟ سؤال مضحك بالنسبة لي، بس انا حابب ان انا اسأله يعني. هو انا شايف ان السؤال كبير قوي عليا ان انا اقدر اجاوب عليه، لان انا لو مش معارفي حابه ننقل وخبراتي على حاجة تانية. لا لا، هجاوب على حسب المعارف المتاحه بالنسبه لي. يعني هو التيارات اليساريه في مصر اشهرهم اشتراكيين ثوريين، حاجات تانية كتيره موجوده، في اتحاد الشباب الاشتراكي، في انا شيوعي، في حاجات تانية. ايه هو المشكله؟ ان فهمهم للنظريه الماركسيه نفس الفهم اللي كانوا فاهمينه الماركسيين اللي عايشين ايام ماركس. يعني اغلبهم مش بيبص على اختلاف الظروف الاجتماعيه والواقع السياسي اللي احنا عايشين فيه، لا، الامميه، تروتسكي، الثوره مستمره الى اخره. يا جماعه، طب الشعارات دي كانت 1875 ولا 1912؟ يعني الحاجات دي اوكي، طور نفسك، شوف ايه اللي هيتناسب مع مجتمعك دلوقتي. إذا كانت الشيوعية في روسيا نفسها اختلفت عن الشيوعية اللي احنا عندنا دلوقتي، واحنا بنقول ان احنا بنطبق بتاعة روسيا، إذا ما زالت روسيا شيوعية مثلا، يعني أو ما زال بعض هناك مبقي على مذهبه الشيوعي. فلا، زائد ان مسألة الانتماء السياسي والايديولوجيا عندهم غالبة على مسألة التوجه الوطني. أحيانا يعني تلاقي نوع بعض اليساريين ينزلوا يتكاتفوا مع الإخوان ضد دولة العسكر، في حين ان ما يحدث على حسب بعض التأويلات والرؤى السياسية بتقول ان اللي احنا فيه مش دولة عصر، اللي احنا فيه ده صراع ما بين الدولة واللا دولة، ما بين ناس عايزة ترجعنا 1400 سنة لورا او يمكن ما قبل، وبين ناس عايزة تحافظ على الاقل على اللي احنا ما زلنا فيه. مش اقول ان الجيش علماني ليبرالي متحرر وهيخلينا في ظرف 10 سنين من الدول العظمى، بس على الاقل يحافظ على الحال اللي احنا وصلنا لها حتى الان، الظرف الاجتماعي بتاعنا، نسبة الديون، نسبة الإقراض، نسبة الموازنة العامة، حاجات كتير ممكن أي اقتصاد يشرحها أفضل مني. يعني طيب سؤال تاني يا فين، ايه رأيك في حركة علمانيون، واللي انا عضو اعتبر عضو فيها، ايه رأيك في حركة علمانيون، تقييم في حركة علمانيون بشكل عام يعني؟ هو حركة أنا ما حضرتش معاهم للأسف ولا مرة، لكن أعرف أشخاص من الحركة ليهم اسمهم وليهم آرائهم، زي الزميل أحمد سامر، الزميل مؤمن عبد ربه، الزميلة رباب وغيرهم، وأنت طبعا. الحركة شايف إنها بتحقق نجاحات ملحوظة، بس محتاجة دعاية أكتر من كده، محتاجة تواجد. التواجد اللي في الشارع كويس، بس مش نكتفي إنه يكون جرافيتي أو توزيع بيان في وقفة قدام المكتبة أو قدام الدستورية. في ناس تاني احنا كنا عملنا وقفة على فكرة، بنطالب فيها بإزالة خانة حصل. الديانة من البطاقة يعني، عملناها مرتين. تمام، انا عملناها في القاهرة وعملناها في تمام اسكندرية. تمام بس الاعداد اللي كانت موجوده ما اعتقدش انها تجاوزت 20 واحد ما كانتش كتير، لا ما كانتش كتير فعلا. للاسف. هي انا شايف ان اتفضل. الصالون كويس، لكن الصالون اقترح جميل، على لا جميل. اقترح على الزميل سامر ان بدل ما يحضر الصالون من خلال الفيسبوك اللي هو ايفنت، واللي بيحضروا اللي هما الوسط والدائرة الضيقة اللي حوالينا، أعتقد إن آراء المعارضة أو المختلفة والمخالفة اللي تظهر داخل الندوة قليلة، ممكن الحركة تتحرك إن تتعمل مثلا في ندوة جوه مدرسة، في ندوة جوه جامعة. هو يعني هنا دور الدولة بقى، دور الدولة يا ودور حتى المؤسسات الحكومية ودور المؤسسات الحكومية، احنا ممكن نعرض ده بيتهيألي يعني، مفيش ممكن مشكلة. مش دور، يعني اسمح لي اقترح انه ما يكونش دور الدولة، بس انت عندك داخل مدرجات كلية تجارة ولا كلية آداب او حقوق، بخش بتوع بالنظريات يقول لك مكتبة العماد ومكتبة المتحدة، ويفضل يحدف ملازم. انا مش بقول لك ادخل وقول احنا حركة علميون واحدف ورقتين وبيان، لا، تخش تقول فكرة للطلبة، شباب احنا بنفكر دولتنا تكون علمانية، تكون دولة مواطنة، دولة حقوق انسان، لو حابب تعرف اكتر خش على الصفحة دي، ورقم تليفوني اهو للي حابب يتواصل، ويكتبه مع السبورة ويخرج في 3 دقايق هيحصل الموقف ده.
واعتقد تمام. في دكاتره من الدكاتره اللي بيستضيفهم سامر في الندوات الاسبوعيه كل 3 مش هيعترضوا ان هو يروح داخل محاضرتهم في الجامعه ينبه عن حاجه زي كده، سواء في القاهره او عين شمس او حلوان. واتمنى التوفيق للجميع طبعا، يعني طالما كلنا بنخدم نفس القضيه ونفس الرؤيه. مساله ان التيار العلماني المصري بينافس علمانيون، او علم بلدك او نريدها علمانيه بتنافس علمانيون، ده بضحك قوي شيء على بضحك قوي انا على انا برضه الكلام ده. بستغرب. يعني احنا بنصل لنفس المستوى بتاع رجال الدين اللي هو شغل الحلاقين. ايوه، ما فحتى كان انا يجي بضحك. شخص يسالني يقول لي هو انت ليه عملت حاجه اسمها التيار العلماني المصري، انت بتنافس احمد سامر؟ انا هنافسه ليك. انا بضحك جدا لما يقولوا لي كده كمان. اللي حابب يحضر هنا اهلا بيه، يحضر هنا اهلا بيه، انا وانت شوف الخطاب اللي بيناسبك. ساعات بيقولوا لي في اسكندريه، طب انت ليه في حركه علمانيين؟ على فكره ايفان عامل حركه جميله اسمها التيار، ليه ما تنضمش فانا بقى يعني انا يعني فعلا هو بيبقى ناقد ممكن على فرد او شخص في حركه علمانيون، وعشان كده بيطرح عليا فكره التيار العلماني المصري. انا اتمنى احضر في العلماني، التيار العلماني المصري، واتمنى احضر في حركه علمانيون، ولو اقدر احضر في حركه علمانيه او صالون ثقافي تاني مش هتاخر يعني. فاحنا كلنا فعلا بنخدم نفس الهدف ونفس الفكره، وان بتختلف الادوات او بيتختلف الوقت او بيختلف الاسلوب يعني، مش اكتر. تمام. اسئله كتير بس يعني بعض من الاسئله بيتهيالي بتبقى متكرره. من وجهه نظر ميلاد سليمان، في فرق ما بين الربوبيه او ما بين اللادينيه والالحاد؟ وهل الفرق يعني باين فرق واضح كبير؟ هو أعتقد القاموس اللغوي سواء العربي أو الإنجليزي جاوب عن السؤال ده عشرات أو مئات المرات، بس أكيد أو الفروق واضحة. إن الناس بتحب تسأل. الإلحاد بيكون رفض وإلغاء أي فكرة مختصة بأمور غيبية، أمور بترجئ نتائج أفعال لعالم ما وراء طبيعي، بتقول إن في تداخلات في حياتنا، محركات بتحصل من قوة خارجة عنا، أو الإنسان بيكون غير مسؤول عن أفعال معينة بيقوم بيها نتيجة تدخل قوة ما وإيحاء من صوت ما بداخله أو من خارجه بيأتيه. بتكون رافض لكل القوة الغيبية دي، سميها كما شئت يعني على حسب أديانها أو الألوهية بتاعتها. الربوبية مش شرط إن هو شخص، ده في تصوري برضو وحسب المصطلحات. الربوبي شخص مؤمن إن في رب، في إله، سواء إن هو الرب بتاع الدين لكن من خارج الدين، بمعنى إن هو مؤمن بالمسيح لكن رافض المسيحية. مش أقول المسيحية ككل، ولكن المسيحية اللي وصلته، اللي هو عاشها، اللي هي أرثوذكسية أو كاثوليكية أو بروتستانت أو أيا كانت. هو حابب شخصية يسوع كشخص جميل كده وملامحه لذيذة. كيوت. اه كيوت بالظبط، حد موزي يعني. طيب، بمناسبة بقى ان احنا وصلنا لحد موز، انا حابب ان احنا نتكلم عن المثلية الجنسية، ايوه بقى. وانت عارف ان هي قضية بالنسبة لي. تمام، اتفضل. وجهة نظر المسيحية بالنسبة للمثلية الجنسية او ممارسة المثلية الجنسية ايه؟ هو كان في احد الايات في الكتاب المقدس بتقول لا مأبونون ولا مضاجع ذكور ولا شاربي خمر يدخلون ملكوت السماوات. فدي آية تمام. واضحة وقاطعة وملهاش أكتر من تأويل، لا ليس مضاجع ذكور. حتى كان في رسالة من رسائل بولس الرسول، باعتبار بولس مطاعم وملقح المسيحية بخلاصة الفكر اليهودي، كان بيقول في رسالة أفتكر إلى أهل روميا إن هو الله رافض تصرفاتهم لأنهم استبدلوا استعمال المرأة الطبيعي باستعمالات أخرى لا تليق أمام الله. والآية طيب، ممكن التأكد منها من جوجل. فبالتالي إنه جميل. وضع للمرأة استعمال طبيعي، يعني حتى طبعا ده دي الترجمة العربية، أنا معرفش اللغة الإنجليزية كتبت الوصف ده إزاي أو في ايوه لغتها الآرامية أو اليونانية، لكن طيب الفكرة هنا إن التفسيرات طيب المسيحية، أكمل لك يا إسماعيل، ماشي ماشي التفسيرات المسيحية للكتاب المقدس بتكون على حسب الترجمة العربية. حتى هتلاقي تفسير الإنجيل عند الغرب سواء اللي بيتكلموا الإنجليزية أو اليونانية بتكون تفسيرات مختلفة لاختلاف اللفظ ومعانيه ورحابة اللفظ.
وتداخلات ومع مصطلحات ومعاني أخرى. فبلاقي إن هنا قال لك استبدلوا استعمال المرأة الطبيعي، أولا ده تشيء للمرأة، إن المرأة عبارة عن مفرخة أو مخدة فيها خرم، إن الاستعمال الطبيعي بتاعك إنك للنكاح فقط، فبالتالي إن المرأة كذا. بالتالي أنت دلوقتي المثلية هتضايق في إيه؟ هل المثلية عشان هي علاج من الخلف بين ذكر ذكر؟ طب ما مثلية الأنثى ما فيهاش علاج، ما فيهاش عضو داخل مع عضو، فهل بالظبط. انا كنت الأنثى لسه هسألك، هل تم الإشارة للمثلية الجنسية ما بين الإناث كمان، ولا ما كانش في إشارة أصلا للمثلية الجنسية في الإناث؟ يعني كان الهجوم أو الاستهجان كان المثلية الجنسية بس اللي هي المعروفة ذكوريا. هو اللي بيحصل في الكتاب المقدس على حسب ما قرأت، إن المثلية بتقال بإطلاق على المين، لكن الأمثلة المذكورة بتكون أمثلة للذكورية أكتر، لأن عشان صورة الذكر في مجتمعاتنا، لأن اليهودية ثقافة صحراوية زيها زي الإسلام وزي ما تم تشويه المسيحية في عصور متأخرة. فبالتالي بقيت عندك أرثوذكسية سنية يهودية خلطة كده كلها ذكورية، الإله الذكوري، التراتبية الهيراركية الهرمية، نفس رب القبيلة، أب الأسرة، ابن الولد، الإله المذكر، الحاجات دي. أديان ذكورية كلها. رغم إن في اليهودية كنت قرأت تفسير قبل كده إن الله في بعض المواقف في اليهودية كان بيتم مناداته ألوهيم، اللي هو الإله القوي. في مواقف أخرى كان بيتم مناداته إيل شاداي. لو جينا للترجمة للكلمة العبرية إيل شاداي بنلاقيها يا الله ذو الأسداء، يعني الجانب الأنثوي عند الإله. هتلاقي إن فين الإله ده؟ اليهودية فين الإله ده يا فين؟ هتلاقي إن اليهودية في أحد التأويلات والتفسيرات ليها والخطاب عندها إن الله مذكر ومؤنث لأنه يستجيب للطرفين ويحوي الطرفين. بس وطبعا بالتالي واضح جدا وجهة نظر الإسلام في المثلية الجنسية. طب لو هنتكلم بقى في العلم يا فين، وجهة نظر العلم، هل أنت عندك فكرة أو عندك تصور أو خلاصة لوجهة نظر الأبحاث الحديثة في العلم بما يخص المثلية الجنسية أو ممارسة المثلية الجنسية؟ وعايزينك تتكلم كده عن المثلية الجنسية، هل المثلية الجنسية عملية مضاجعة أو عملية علاج زي ما الناس بتتخيل دايما، ولا الموضوع أبعد من كده وأكبر من كده من وجهة نظرك المثلية الجنسية، من وجهة نظر العلم يعني؟ هو على حسب المقالات اللي قريتها مؤخرا في المجال ده، إن في الميل الجنسي تجاه نفس المثل وفي السلوك الجنسي. في ناس بتفسر الموضوع ده تفسيرات المستهلكة المطعمة في كل الأفلام والمسلسلات اللي بيجيلنا، إن ده ولد تم اغتصابه وهو صغير، أو إن ده ولد اتربى في بيئة كلها ذكور، أو إن ده ولد كانت مرات أبوه بتقسو عليه فطلع كره الستات ولقى الحضن الحنين مع الرجالة. في بعض الرؤى قالت الموضوع ده، وهي فيها جانب من الصحة وجانب من الخطأ، مش هقول إن ده تفسير بإطلاق. في رؤى تانية قالت إن في غدد معينة في المخ خاصة بالتوجهات الجنسية، وإن كل فرد منذ لحظة ميلاده على حسب التركيب الكروموسومي الإكس والواي بيكون من لحظة ميلاده بايوسيكشوال، إنك أنت عجينة قابلة للتطويع والتشكل. أنت ما تقدرش تقول عن نفسك أنا جاي أو أنا ستريت، أنت هتمارس ده وهتمارس ده وهتحس إنك لقيت نفسك في أنهي فيهم، أنهي فيهم اللي حسيت إن أشبع رغبتك أو حسسك إنك مبسوط أكتر، حسسك إنك لقيت حاجة أنت بتبحث عنها، حاجة ريحتك نفسيا، حاجة أشبعتك جسديا. جميل جميل. ففي انا بالتالي ناس أعرفهم شخصيا عملوا كده فعلا، اللي هو جرب يمارس الحب مع بنت وجرب يمارس الحب مع ولد. والحب هنا سواء أنا بقول ممارسة الحب ما أقولش ممارسة الجنس،
تمام، باعتبار ان الممارسة المثلية مش محصورة في ان هو عري وبيعملوا ساكنج لبعض او بلو جوب او انتركورس، لا مش بنفس الشكل اللي بيشوفوه في افلام البورنو بتاعت الاكس ان يعني، لا في بتكون علاقات انسانية اعمق واكبر من كده، ان في ولد ولد في علاقة حب ما بينهم على طول بيحبوا يقابلوا بعض، في الحضن ليه معنى ما بينهم، في ان هم بيحبوا يسمعوا لبعض اكتر، يتواجدوا في نفس المكان، يرسموا ويشخبطوا وياخدوا دش سوا. هل هنقول على دي مثلية ولا هنقول إن هي علاقة حب لكن متعمقة؟ فبالتالي في خطوط كده مش هينفع نحطها في العلاقة دي. هل العلاقة لازم يكون فيها جنس؟ ممكن يكون فيها مع الوقت وممكن ما يكونش فيها، على حسب تراضي واختيار الطرفين إن هما شايفين إشباعهم بيتم إزاي. يعني ممكن يكون في 2 مثليين سواء بنتين أو ولدين إشباعهم المثلي بيتم إن هما يسمعوا مزيكا سوا أو يدونوا بعض أو يخرجوا سوا، في 2 تاني حابين إن هما ياخدوا دش، في 2 حابين إن يتم انتركورس، خلاص على حسب الـ2 بيحصلوا على متعتهم مع بعض وبيحسوا إن التوحد والتمازج بيتم بينهم إزاي. طبعا ده مش تحريض على المثلية أو مفاخرة بمثلية، لكن ده مجرد توضيح إن في ناس مختلفة عنا أنت كمغير، الممارسات بتتم يعني. وفي ممارسات بتتم لك الحق تقبلها او ترفضها، لكن ما تتكلمش عنها باستهجان وتقول انا اقرف ان نعمل كده، انا ما احبش صاحب مع الاشكال دي اللي بياخده فيها. يا سيدي هو عمره ما هيطلب منك كده ولا هيحب يعمل معك كده، الموضوع ده بيكون فيه اختيار، يعني كانه فرز واحد هيبقى رائد فضاء، يعني الشخص المثلي بيختار شريكه في حاجه زي كده بعد عناء، يعني مش اللي هو مجرد واحد عجبه عشان بعضلات او شعر مسرحه او عينيه زرقاء او حد مايس ونعناع كده في نفسه على حسب ما تدور الافلام في الشكل ده، لا الموضوع بيكون مختلف نهائيا يعني. طب ليه التصور ده سائد؟ ليه التصور خاطئ؟ يعني ليه التصور ده ليه انت شايف، او امتى هنصلح التصورات الاجتماعية للممارسة الجنسية عموما؟ يعني انا شايف ان ما اعرفش انت هتشاركني الرأي ده، انا شايف ان عدم فهمنا اصلا للممارسة الجنسية المثلية او الممارسة الجنسية المختلفة الى حد ما عن الممارسة الجنسية المغايرة، عدم فهمنا ليها هو عدم فهم كامل للجنس او للممارسة الجنسية بشكل عام. هو أقدر أقول إن على حسب الملاحظات بتاعتي في المجال ده وعلى حسب دراستي للأفلام اللي ناقشت موضوعات لها علاقة بنقطة محور ناقشنا، إن في خطاب سلطة بيوجه لمحاربة وضحض ورفض حاجة زي كده، وفي خطاب ديني بيكون منبثق من خطاب السلطة دي، باعتبار إن عندك الكنيسة والأزهر هم الساقين اللي يمشي عليهم أي نظام في مصر، لازم يحتويهم، ودايما تلاقي ان الازهر والكنيسه حاضرين في اي لقاء رسمي وهم طب ليهم وصوت الكلمه. صوت 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 العلم هيطلع امتى؟ امتى هو هيبقى عندنا الفكره دكتور هو اللي يقول مثلا، او فيلسوف هو اللي يتكلم، او مفكر او مثقف؟ يعني امتى تمام، هناخد بآراء الناس دي؟ انا كنت لسه بقول ان في شخص بيحب يتكلم في شخص بيحب يسمع، في شخصين بيحبوا يتكلموا في نفس الوقت ومش بيحبوا يسمعوا، فهتلاقي ان ايه اللي عملناه احنا كمجتمع لاديني او مجتمع علماني عشان نوصل صوتنا؟ هل هنكتفي بس نعمل ايفنت؟ هل هنكتفي نعمل ناشونال كيسنج داي او فري هاجز؟ هل هنكتفي باللقاء على برنامج البط الاسود وننشره وبعض الناس تشيره من اصدقائنا؟ ولا ممكن نصب مشاريعنا الفكرية دي في أماكن خاصة بيها ونشكل قوة ضغط في نضال سلمي في مؤسسات التعليم، مؤسسات الصحة، مؤسسات الاقتصاد والاجتماع، في الخطاب الديني نفسه، إن نفكك الخطاب الديني المسيحي والإسلامي من جواه. أنا مش بهاجم المسيحية كملحد، مش بهاجم المسيحية كمسلم، أنا بهاجم المسيحية كمسيحي ليه فهم مختلف وبيعزز رأيه بالكتابات الآبائية المعتبرة من داخل الدين نفسه ومن داخل الآيات مثلا الكتابية والتعاليم الرسولية المورثة لينا، حاجة زي السنة كده موجودة في المسيحية اللي هي أعمال الرسل تمام والدداخي والدسقلية.
تمام، وجهة نظرك وضحت. طيب تقول ايه للصدامي بقى؟ تقول ايه للصدامي؟ في ناس صداميين، في ملحدين كتير ممكن انت تعرفهم وانا اعرفهم، ناس صدامية، ناس شايفة ان الموضوع ده ما منوش فايدة خالص، وان فكرة ان احنا نقعد، ويمكن ده دي يمكن ده اللي بيتم، او يمكن ده الغالب اللي بدأ يظهر، اللي هو عملية ايه؟ عملية ان شخص علماني بيبدأ يحاول ان هو يناقش الخطاب الديني، او يحاول يفكك الخطاب الديني زي ما انت بتقول، او يحاول يطلع منه او يغربله، يعني يطلع الحاجة اللي نقدر نتعامل بيها او المسموح بيها. اخد بالك؟ في ناس شايفة عكس كده، تمام في ناس شايفة ان الموضوع ده فاكس، فان الفكرة دي فاكسانة خالص، فكرة ان احنا نقعد نصلح في الاديان او نقول لهم لا غيروا الفكرة دي، لا تعالوا كده، لا تعالوا كده. انت شايف ان الجهة او الجبهة الصدامية اللي رافضة اصلا فكرة اصلاح الدين او مناقشة الدين دي، انت شايفها هتكمل؟ هتعيش؟ ايه مستقبلها؟ هي ماشية صح ولا مش ماشية صح؟ هو انا عامه انا بشوف ناس بتختار الطريق ده اللي هو الصدامي والعنف واستخدام الالفاظ والشتيمه في الكتابات او السخريه وتحقير الاخر، مش كفكره لا ككيان نفسه شخص. بحب اقول خليهم يتسلوا، يعني لان انت كده بتخلق منهم كالنبي الموتى، هيرجعوا ينفجروا فيك تاني. انا دلوقتي اول ما هرفض الفكر الفلاني واتي لاصحابه واطاردهم وابدهم واقصيهم، هيتحولوا لقنابل موقوتة تاني وهيرجعوا ينفجروا فيا تاني بعد سنوات من الاختفاء ومحاولة انهم يعيدوا بناء دروعهم وتحصيناتهم. لكن لا، انت حابب تتناقش، اوكي المناقشة ندية في مساحة من الحوار المتصل، انا شخص وانت شخص بنتناقش بنكتب، مش تخش ترميلي كوبي بيست من القرآن والانجيل وتحط لي شوية فيديوهات ونكات وبقرا دول ورد عليا بقى ويقوم يعمل بلوك. طب ايه ده؟ انت بتكتب وتجري؟ الاقي شخص تاني يدور على الناس اللي مسيحيين او مسلمين عنده في البروفايل ويعمل لهم بلوك؟ لا، اصل الموضوع مش طالب متدينين وهطل وهبل وتغيب يا سيدي. طب ما يمكن واحد فيهم انت تكون حلقة وصل ما بينه وبين طريق تاني هو ما كانش عارف تمام يوصله لوحده، انت تمام تكون تمام مجرد مفتاح اديته بداية، اديته سلم هيساعده انه تمام يتحرك. عشان كده انا تمام بحب على طول في البروفايل عندي اي حد بيبعت اضافة اكسبت من غير ما ابص ولا في الانفو ولا في بروفايله وانا ولا في مكان كمان مشترك. انا كمان طيب فاتح البروفايل تمام، عندي لكل الناس. حابب يتواصل ويقرا يتكلم يتعرف يشرفني اهلا بيه، هيبتدي يقل ادبه يتكلم باسلوب مش كويس يحقر مني او يرفض المناقشات، لا بلوك ومع السلامة. فكل تمام شخص بيختار طريقه بنفسه، تمام والشخصيات بتختار الصدام هو برضو نوع من التشخيص لحسب الحالة اللي تحت ايدهم. يعني في دكتور يقول ان القلب لو توقف يتعمل له تدليك، في دكتور تاني يقول لك لا جلسة الكهرباء اللي هم مكوتين دول اللي تخبطهم في بعض وتحطهم على صدر المريض. في ده تشخيص وده تشخيص، انا ما اقدرش احكم اسماعيل اول كان بيشتم في فلان فلان ده كان قايل له ايه او ايه المناقشه من اولها، لكن هاجي على شتيمه اسماعيل واخدها برنت سكرين قول بصوا الواد الملحد الجهادي اهو الواد الملحد المتطرف. لا، في سياق معين وصل لنقطه زي دي، لكن ده ما يمنعش ان في بعض اللادينيين او الملحدين السلفيه الالحاديه بعد ما كانوا السلفيه الدينيه اللي هو نشر الالحاد بالسيف، اللي لا هو بس نفس ما اعتقدش ان في ناس يعني حتى ملحدين يعني هتوصل ان هي تقعد يعني للأسف. أنا تقتل مثلا. قابلت شخصيات بيفكروا إن هم يعملوا أفران زي بتاعة هتلر يحط فيها كل المتدينين، وكان بيتكلم جد الشخص ده وشخص ليه اسم يعني دون ذكره يعني، بس شخص مشهور ومعروف بيقول لي الأشكال الوسخة دي عايزة إبادة. لا احنا ضد طبعا، ضد العنف بكل اشكاله وكل صوره، احنا مش بنحرض على العنف نهائيا، احنا بندعو فعلا للمناقشه. بس يمكن انا بعذر الشباب دي كلها ميلاد، لان احنا ملناش، لو تفتكر حلقه عمرو اديب نرفزتني جدا لما كانوا بيتكلموا عن الالحاد واللادينيه والظاهره، وبيتكلموا عنها كانها حاجه يعني كانها مرض، او كانها حاجه يعني بيستعروا بيها او بيستعروا منها، ما كانش في فرصة خالص لأن الشباب ده يطلع يقول رأيه. فأنا بعذر جدا شباب في مستوى فكري أو مستوى ثقافي أقل من ثقافتك، لأن
انا شخصيا مش ببدا اشتم عندي في البروفايل الا لما بستنفذ فعلا كل الافكار اللي ممكن اقولها. يمكن لو كان في جعبتي فكره او كان عندي معلومه او كان عندي حجه كنت ممكن اقولها بدل ما اشتم يعني. ويمكن ده سبب، ده بيرجع لسبب ان احنا مقفوله علينا كل القنوات، احنا بنخترع بنفسنا قنوات نعبر بيها عن نفسنا يعني. انت شايف ان انت كشخص لا ديني او ملحد قادر ان انت تعبر عن نفسك بحريه ولا في قيود عليك؟ هو حتى الآن للأسف في قيود موجودة، حتى على صفحتي على الفيسبوك اللي هي صفحتي، باجي أكتب حاجة بلاقي بعض الناس يخشوا: إيه اللي أنت كاتبه ده يا أخي؟ ده بدل ما تكتب حاجة مفيدة تكتب لنا العك كده. شخص تاني: إيه ده، هو أنت طلعت منهم؟ بلوك يا ابن المرة. هكذا. واحد تالت يقوم يعمل منشن لخمسة ستة اللي هو إيه، هشك عليه، ويخش بقى يعملوا حفلة عندي. يا جماعة دي صفحتي، وأنا جيت عملت لحد في حضراتكم تاج، أو أنا أذاعت الخبر ده في تلفزيون عام على كل الناس. بس فبكون مندهش يعني إن في ناس اللي هو من رأى منكم منكرا فليعملوا ريبورت. بس يعني حتى أنا انا بندهش بص من الرد الفعل الخاص ببعض الملحدين اللي بيعملوا حملات ان هو حرق القرآن وحرق الإنجيل، ويقول لك ده هيسبب للمؤمنين صدمة، وفين إلهكم يجي يدافع، وفين مش عارف. فأنت فرقت ايه عن العقل السلفي اللي بيجيب علم إسرائيل يحرقه ولا علم أمريكا؟ يعني هو في ناس معتقدة ان دخولهم في الإلحاد هيعمل كونفليكت وإعادة تشغيل لخلايا معينة في مخهم، ان انا مسافة ما كتبت في الانفو بتاع بروفايلي انا اسيست، انا بقيت حد تنويري ومثقف وهوبا حاجة كبيرة. الحين قريتك هي هي ومعارفك هي هي. بس بس هو يمكن الايميلات بيحصل يعني، عارف انت، يمكن انا حصلت معايا احساس ان انت كان مضحوك عليك بدرجه كبيره، عارف الاحساس ده؟ الاحساس ده صدمني جدا، ويمكن يعني يمكن انا لحد دلوقتي مصدوم ان انا حاسس ان انا كان مضحوك عليا لحد كبير جدا. فالاحساس ده يعني ما عندكش فكره قد ايه بيضايقني، وقد ايه ممكن يخليني فعلا ان انا ارتكب حاجه او اعمل حاجه ممكن تكون لا منطقيه زي اللي انت قلت. انا فكرت قبل كده ان انا فعلا احرق قران واتصور بيه، ويمكن عملت صوره مره ونشرتها في احد الصفحات، وكانت النتيجه ان الصفحه دي اتقفلت. لكن فعلا يعني يمكن كل واحد بيبقى ليه خلفيه مختلفه او احساس مختلف بالانفراج اللي بيحصل، او فكره ان هو كان عايش فعلا في خرافه كبيره ومصدقها وكان دايما بيحاول طول الوقت. يعني انا عارف يا ميلاد، انا اقول لك حاجه غريبه، انا كنت دايما دايما في حاله ان انا بحاول اوفق ما بين المسيحيين والمسلمين. يعني كنت دايما احاول ان انا صاحب ناس مسيحيين عشان احسسهم ان مفيش اضطهاد. يعني انا فتره من فترات في حياتي كنت بعمل كده كتير قوي. يمكن ما بداتش اضطهد المسيحيه الا بعد فكره انكاري للاديان، بدات فعلا اضطهد او ازدري المسيحيه بشكل واضح. ما كنتش متصور نفسي ان انا ممكن اعمل كده في يوم من الايام، لان انا كنت دايما عايز، حابب الناس تعيش في سلام، حابب الناس تعيش في وئام، مفيش فرق ومفيش فروق، بس ما كنتش قادر افهم. فلما وصلت لمرحله معينه اكتشفت ان انا كنت مخدوع لدرجه كبيره، وان انا كنت زي اللي بيحارب في طواحين الهوى، هم ولاد كلب في بعض، هم كلهم ولاد كلب، هم كلهم ناس افكارها يعني كلها تطرف وكلها عنصرية وكلها ومبنية أصلا على خرافة، أو هكذا أنا أعتقد. أنا بعذر الناس اللي بتاخذ المواقف الحادة دي، وأتمنى إن أنت تعذرهم كمان، ونحاول إن احنا نقدم لهم فرصة. يعني عارف أنت، المعلومة بتفرق، يعني الإنسان لما بيحصل على معلومة بتفرق كتير، لأن المعلومة بتخليك تستقر أكتر، بتخليك تقدر إن أنت تحاج أو تقدر تناقش أو تقدر تتكلم. أنا مش عايز أطول عليك، بس أنا أتمنى تكون قلت كل اللي نفسك تقوله، تمام. ولو حابب ولو حابب تقول حاجة، حابب توصل رسالة للمجتمع، للتيار العلماني أو للحركات العلمانية المصرية او للمثقفين العلمانيين المصريين، المفكرين العلمانيين المصريين، نصيحة يعني تقدمها او كلمة حابب ان انت تقولها، يا ريت تفضل يعني. هو في النهاية أنا بشكرك على الوقت الجميل اللي قضيناه ده في الحلقة بتاعت النهاردة،
وأتمنى نكون جاوبنا على الأقل أغلب الأسئلة اللي كانت مطروحة، ووضح للناس النقط اللي كان فيها موضع تساؤل ومحتاجة توضيح. هو نصيحتي أو رؤيتي للتيارات العلمانية، أنا حابب إن الناس تبتدي تكتب، كل ما نكتب أكتر يعني الكلمة هتوصل. نحاول نظهر في أي لقاء سواء تلفزيوني إذاعي، كل شخص لو سجل حاجة بصوته ورفعها على ساوند كلاود أو على فور شيرد أو على يوتيوب، مش شرط فيديو ومنتجة وخبرات عالية، لأ حاجات بدائية بسيطة، وعلى حسب المحتوى بتاعها غيرك هيسمع. إذا عجبه الكلام هيشير، ما عجبهوش هيخش يقولك ينتقد الفكرة إنك أنت لأ هنا كذا كذا كذا. تاخد الانتقاد ده وتطور نفسك، تتجنب الأخطاء اللي وقعت فيها المرة اللي فاتت، وهكذا. مع الوقت الصوت ده هيشكل موجة ما بين كل التيارات، وتدفع كل القوى الظلامية الرجعية. هيبقى لينا يد ضاغطة، هيبقى لينا لقاءات تلفزيونية، ممكن نعمل تلفزيون على يوتيوب، ممكن نعمل راديو، يعني بدل راديو صوت الملحدين ان هو لقاء كل يوم جمعة او كل اسبوعين، ممكن يبقى لقاء يومي، ان الناس تتفرغ لحاجة زي كده من مولها ذاتيا احنا ما بيننا وبين بعض. تذيع أتمنى كتب مسموعة، تذيع أغاني إنسانية، أناشيد وطنية، ننزل نشارك في احتفالات وطنية، نحاول نوضح أخطار الاحتفالات الدينية اللي بيكون فيها نوع من العنف، نوع من الدم. احنا لسه العيد الكبير جاي وهنشوف دم للركب. عيد الدم المقدس. هنشوف دم للركب. انا نحاول بشكرك. اتفضل. بس، فبوضح ان نحاول نوصل للناس على قد ما نقدر، ان مش كل الناس يعني ال2000 او ال5000 او ال10000 اللي في بروفايلك ده مش كل الشعب، مش هم أكيد اللي راحوا قالوا نعم في الدستور، واللي راحوا قالوا ان احنا اخترنا مرسي هيدخلنا الجنة، دي ناس ما عندهاش تلفزيون وما عندهاش بروفايل ولا نت اساسا. فبالتالي الناس دي هنقدر نوصل لها ازاي؟ مش هقول ان احنا نوصل نعرفهم بعلمانية والليبرالية والواقعية الاجتماعية وكل المصطلحات الكبيرة دي اللي الناس بتحزق وهي بتقولها، لا، على الأقل أعرفهم إن هم لسه بشر ليهم حقوق وعليهم واجبات، إن في وطن بيحترمهم، إن بإمكانهم يحصلوا على تعليم مجاني، بإمكانهم يكون في عدالة اجتماعية، يعيشوا عيشة متساوية مع غيرهم، إن الطرق بتاعت الشوارع يتم رصفها، يكون في مكتبات وحدات صحية، يتم إنارة العمدان اللي في الشارع بدل ما الناس بتسرقها وتروح تبيعها خردة بالكيلو، ان يكون في متابعة للحالات، يكون في ورش تعليم للبنات والأولاد بجانب التعليم، ان يتعمل مكافأة لكل شخص يعلم 5 محو أمية، او كل واحد يحصل على شهادة محو أمية ياخد مكافأة من الدولة، ياخد 100 جنيه. شوف كم واحد هيروح يتعلم، ويتعمل له اختبار، وإذا هيخلص أي أوراق رسمية، بطاقة شخصية، يكون معاك محو أمية. هيروح يتعلم ولا هيزور شهادة إنه حصل عليها؟ طب ما أنت هيتعمل لك اختبار، يبقى احتمالات الاختلاس والتجاوز هتقل، هتلاقي الناس تلقائيا هتبتدي تتعلم. زي أنت كنت سوري هدخل للنقطة دي، تفضل. كان في النقطة بتاعت شهادة خلو الموانع عند الزواج المسيحي، ان يكون العريس والعروسه خاليين من الامراض، مش عارف ما سبقلوش الجواز ولا الخطوبه في اماكن تانية، كان حسن السر والسلوك جوه الكنيسه، بيصلي وبيصوم ويتناول ومواظب على الاسرار الكنسيه. طبعا هو الشهاده المرضيه ان هو ما عندوش امراض ينقلها للزوجه، او صلاحيه الاعضاء للتواصل الجنسي، ده كله مفروض طبيعي انت بتعمله، مش محتاج حد يوجهك ليه عشان تنشئ اسره وتواصل، وتكون مطمن على الطرف الآخر اللي هتتواصل معاه ويتم حياة بينكم، مشروع إنساني. فالناس بقت تدفع للكاهن أو للوحدة الصحية رشوة ويمضي لهم الورق عشان ننجز، وأنا لسه هكشف وحلل ودم وبول، وتكون صايم ويرجع خد يا عم خلص، يعني ما الواحد ماشي كويس أهو، بعد شوية أو ابتدى يظهر الأمراض فيه ولا في ولاده، يلاقي التبرير الديني من رجال الدين إن ربنا بيختبر إيمانك وبيشوف معدنك. يعني موضوعات محتاجة تنوير مستمر يعني. بس كده مكملين يا ميلاد، مكملين مع بعض. نكمل.
مش هن مش هن مش لا نكل ولا نمل ابدا، لحد لما نبدد كل الخرافات الظلاميه اللي كنا عايشين فيها دي وساكتين ويعني مش عايز اقول اي الفاظ بتضايق، وتعبتنا كتير واثرت علينا كتير. مش عايزين اجيال تانية تتظلم في كنيسه، ولا اجيال تانية تتظلم في جوامع، ولا خطاب ديني متطرف. هنقضي على كل القوى الظلاميه دي مع بعض. اتمنى تكون ان انت مبسوط معايا، واتمنى الناس لما تتفرج علينا تبقى مبسوطه بتسمع الحلقه المليانه بالمعلومات الجميله دي. وانا بشكرك جدا ان انت لبيت دعوتي لما قلت لك تيجي معايا في البرنامج، واكيد هجيبك تاني في حلقات تانية، واكيد هنتقابل. تمام، اكيد شرفني طبعا، وأتمنى الحلقات الجاية هكون متابعها طبعا أول بأول، ونشوف شخصيات جديدة في برنامج البط الأسود. شكرا إسماعيل، شكرا شكرا يا ميلاد، اشكرك يا حبيبي، مع السلامة. إلى اللقاء.